السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم دكتور علي محمد، ووصلنا للليمبك سيستم بالسنترال نيرفس سيستم فيزيولوجي. بعد ما كملنا السنسوري والموتوريا اللي هما اساس النيرفس سيستم، اساسه كتشريح واساسه كفسلج وكباطنية وكجراحة، على اعتبار انه المريض يجيك مشلول او يجيك فاقد السنسيشن. ما راح يجيك مريض يقول لك المشاعر مالتي متغيرة، ما راح يجي يقول لك والله ما دا اخاف او البيرسوناليتي مالتي متغيرة، ولا راح يجي يقول لك انه مشاكل بالذاكرة وحدها. هاي بالعادة تصير بحالات أقل كمان أو يعني أكثر ندرة من الحالات الثانية، فتلقاها باختصاص للنيورا أو بأخصائي النفسية عندهم هيج حالات. أما نحن من نداوم إقامة، من نداوم كطالب بالمستشفيات، ما راح نشوفها هواية. فإذا هي أقل أهمية لك أنك تعرف تفاصيلها كتشريح وكفسلجة، بس مهمة لك أنك أنت تفهم أنت شلون عايش أنت كإنسان. يعني واحد يجي يقول لك مثلا العطر معناته فراغ، يعني هاي الجملة بيها أساس بالنيرفس سيستم. فأنت يحتاج تعرف فكرة المشاعر، فكرة العطور، فكرة الحب، فكرة الذاكرة، فكرة السيكشوال ديزاير. هاي الأمور أنت لازم تعرف شلون الدمادة يتحكم بيها. زين، بهاي الطريقة راح تقدر تفسر هواية حالات تصير قدامك. موضوع سهل جدا، كومن سينس، وحياتك الواقعية، فأبدا لا تشيلوا لهم. بس مشكلته ببعض الاسماء. شنو هاي الاسماء؟ هي اسمها الليمبك سيستم. فحتى نفض الجزء الصعب انطوني دقيقه بس اشرح لكم اياه. الليمبك سيستم مثل البيزال جانجليا، يعني عباره عن اجزاء من الدماغ مربوطه فانكشنالي. يعني شلون فانكشنالي؟ يعني وظيفه مالهم سوا، في حين اناتوميكلي هم يعني متوزعين على كل المكانات. هذا هو الليمبك سيستم. يتكون من الاتي: اول شيء راح نبدي بشيء يسموه الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس تعرفوها، اللي هي تحت الثالاموس، هاي الموجوده هنا. هاي الهايبوثالاموس جزء كلش كلش مهم، يعني هي هاي خلينا نقول رقم واحد. وراها راح يجيك شيء يسموه الأميجدالا. الأميجدالا اللي هي نهاية هذا الهيبوكامبس. هذا الهيبوكامبس وهاي الماميلاري بادي، ذول ثلاثتهم شنو فكرتهم؟ هيبوكامبس هو هذا اللي شكله هيج، ماخذ لك مثل الحرف سي. نهايته الأمامية تكون أميجدالا، نهايته اللي منها يسموها الماميلاري بادي. طبعا ذول بالتمبورال لوب، واضح؟ تمام. وعندكم هنا شيء يسموه الأولفاكتوري بالب، اللي هو العصب الأول، وشون يجي. وهذا اعتقد جاوبتم فكره ليش العطر يدل على الفراغ. للولفاكتوري بالب اناتوميكلي قريب كلش من فكره الليمبك سيستم، فراح تشوفون شلون العطور تاثر على فكره العاطفه كلش اكثر ما تتخيلون. وبعدين انت عندك بقالك شيء يسموه سينجولاي جايروس، هذا اخذناه بوقتها بالعملي، سينجولاي جايروس. وشيء يسموه السيبتم. طبعا السيبتم، اكو سيبتم يربط لك، يفصل لك اللاترال فينتريكل، هذا لاترال فينتريكل وهذا لاترال فينتريكل، بيناتهم سيبتم. تمام، هذا السيبتم جزء ميمبرينس يسموه سيبتم بيلوسيدوم بالتشريح، وجزء بينيوكليا يعني جزء عصبي يسموه سيبتم فيرم. فانت راح تسميه سيبتم، بس انا بس اريد اقول لكم انه الفاصله اللي بين اللاترال فينتريكل اكو جزء ميمبرين بس، هذا ما بيه وظائف نيورو، يسموه سيبتم بيلوسيدوم. واكو جزء سيبتم بس هو بيه وظائف نيورو، هذا تابع للليمبك سيستم. اذا هذا هو فقط الجزء الصعب من الليمبك سيستم، فقط اسماء ذولا. اذا خلينا نحفظهم على السريع: هايبوثالاموس، هاي هي معظم المحاضرة هايبوثالاموس، أميجدالا، هيبوكامبوس، ماميلاري بادي، الأولفاكتوري بالب لها علاقة، سينجولاي جارس وسيبتوم ذولا أقل، يعني ذولا بس يجون اسمهم، يعني باي ذا واي نذكرهم. أما الجزء اللي أنت صدق تحتاج تعرفه هو الهايبوثالاموس، الهيبوكامبوس والأميجدالا، ذولا الثلاثة، يعني ذولا الثلاثة اللي أنت راح يصادفك اسمهم كلش هواية. تمام؟ فخلصنا من الجزء المزعج، هسا نبدي نشرح الجزء اللطيف. الجزء اللطيف اللي هو يقول لك الانتاير بيزل سيستم، هي الليمبك سيستم هو كل البيزل سيستم مال الدماغ، اللي كنترول الايموشنال بيهافير السلوك العاطفي، الدرايف اللي يسموه انستينكتشوال بيهافير. الدرايف يعني احنا نقول عليه دافع بالعربي، بس هو بالحقيقه الانستينكتشوال بيهافير، يعني السلوك الغريزي، الامور اللي تدفعك غريزيا، اللي هي امثلتها الفود والدرينك والسيكشوال ديزاير. هاي امور غريزيه يعني موجوده بالانسان اول ما خلق. تمام، هذا معنى الغريزي، يعني غير متعلم، مو يجيك تتعلمه من برا. وماني هاير مينتال فانكشن مثل ليرنينج والميموريز، ذول هم لها علاقه بيهم. فهذا ربط بين الايموشن والميموري. شوف الايموشن شلون لها علاقه بالميموري، ولهذا مثلا انت دكتور تحبه تبدي تحفظ مادته، في حين الدكاتره اللي مثلا بالاعداديه وبالابتدائيه هواي درسونا ما نتذكرهم. تمام، فهذا الليمبك سيستم كومبرومايز كولكشن من فانكشنال ريليتد ستراكشر. شوف العلاقه بينتهم بالفانكشن اللي شون إن ذا فيجر، طبعا ذا فيجر أنا جايبه. strongly influence autonomic activity عن طريق الكونكشن ويا الهايبوثالاموس والرتيكولار فورميشن. إذا من النقاط اللي أثر عليها هم الأوتونوميك. هسا خلي نسوي لينك قبل لا نكمل. شوفوا ايموشن عاطفة وغريزة،
لهم علاقة بالتعلم ولهم علاقة بالذاكرة. إذا لازم نعرف إنه العاطفة تساعد بالذاكرة ولها علاقة به، تمام؟ ولها علاقة بالأوتونوميك، يعني نسوي لك أمور responses غير مسيطر عليها. هذا الشيء، ذول الأربع كلمات ما لهم فشي يجمعهم functionally، أكيد واضح لهم. يعني مثل الإنسان من يخاف هواية أمور أوتونوميك تتغير بجسمه، تمام؟ نفس الوقت من مثلا يصير موقف عاطفي معين ممكن يربط بذاكرة معينة، مثل من يقول لك أشم عطرة، شايفين هاي الأغاني هو يقول له أشم عطرة فلان، عطرة فلان ليش؟ يعني هاي عبارة عن olfaction اللي هو الشم، راح يربط وياه من ويا العاطفة ويربط ويا الذاكرة. فمرات واحد يشم عطر معين يقول لك الله أتذكر أيام فلان أو أيام كنا طلاب كذا، تمام؟ فمجرد العطر ممكن يأثر. إذن ذول الخمس أسماء هم اللي راح نستعملهم طول فترة قرايتنا للليمبك سيستم. البرايمري ستراكشر اللي تكون الليمبك سيستم هي أميجدالا، هيبوكامبس، هايبوثالاموس، بيزل جانجليا لها علاقة، والسنجولايت جيرس، والأمور الثانية كتبتها. هايبوثالاموس هي الميجر أوتبوت باثوي مال الليمبك سيستم، هي الأهم. كوميونيكيت ويا كل الليفل مال السيبتوم. الهايبوثالاموس اللاي ستراكشر أوتر سيجنال إن 3 دايركشن. دايركشن لي جوا باتجاه الريتيكولار فورميشن والاوتونوميك نيرفس سيستم، واحد لي فوق عن طريق للدايسيفالام والسيربرام، واحد للانفانديبيلوم على مود الفانكشن مال في البيتويتري جلاند تنزل على مود الهرمون. هاي النقطة رقم فوق رقم واحد ورقم اثنين فوق جوا، هاي سهلة، هاي نفس فكرة منه، نفس فكرة مثلا الفيستيبيولر، نفس فكرة الريتيكولار فورميشن، نعم نصعدوا فوق جوا. بس النقطة رقم ثلاثة تبين لك الربط بين النيرفس سيستم ويا من ويا الاندوكراين. كلكم انتم قارين بالاندوكراين، فكرته بتويتر وتاثير الهايبوثالاموس عليها. اذا الهايبوثالاموس تاثر هنا، فاذا صار بالاضافه لهي الخمس اسماء شنو صار عندنا؟ صار عندنا هرمونز. اذا الهرمونز هم لها دخل بالموضوع، فممكن الهرمون تتاثر بهاي الفاكتورز. خلينا نبدا نقرا الليمبك سيستم انكلود، طبعا هنا ذاكرهم وبعدين داخل على الهايبوثالاموس. خلينا نقرا على السريع وظائف الليمبك سيستم، وبعدين طبعا حناخذها هسه بالتفصيل. الليمبك سيستم ان هيومن هو السنتر مال بيسك ايموشن درايف. يقول لك اكو فيو سينابتيك كونكشن بين الكورتكس والستركتشر بالليمبك سيستم، هاي الفيو اشروا لي عليها. اذا نرجع هنا تشوفون ذول الاسماء اللي مكتوبه قدامكم، الايموشن، الانستينكتوال بيهافير، الاوتونوميك، هل هاي الامور حتى الليرنينج والميموريز هل هاي امور انت تسيطر عليها؟ لو معظمها امور تصير بلا سيطره، معظمها تصير امور بلا سيطره، صح؟ ولهذا الكونكشن ويا الكورتكس شيء يكون اقل. انت ما تقدر تتحكم بعاطفتك، ما تقدر تتحكم بغريزتك، ما تقدر تتحكم بالاوتونوميك. وهسه راح نشوف شلون الانسان طور هذا الشيء بحيث تحول من كائن حيواني الى كائن انساني يقدر يسيطر عليها. فهاي فكره الفيو تبين لك انه هاي المواضيع تصير من عندها. لهذا يقول لك انا ما اقدر اسيطر على مشاعري، انا اقدر احب الانسان عقليا بس ما احبه بعاطفه، هي هاي العاطفه. فالليمبك سيستم هو القلب بالحقيقه، قلب العشاق يعني. ستركتشر مال الليمبك سيستم خصوصا الاميجدالا اللي هي الايموشنال سنتر بالبرين، هي تعتبر رقم واحد بهذا الموضوع. That perhaps helps explain، توضح لنا ليش have so little conscious control، وعي وسيطره على الايموشن، ما نقدر نسيطر عليها. السنجولايت جايروس كوردينيت سميل، شوف الشم، السايس، المناظر، البليزنت ميموريز، الذاكره الحلوه واللطيفه، انديوس ايموشنال رياكشن تو بين، هيلبس ريجوليت اجريسيف بيهافير، السلوك المعادي. وكقول لك جلوس سيركت انفورميشن فلو بين الليمبك سيستم والثالاموس والهايبوثالاموس، يسموه بيبس سيركت. هاي البيبس سيركت اللي هي تربط لك شنو؟ سينجولاي جايروس ويا الهيبوكامبس ويا الماميلار بودي ويا الانتيريور نيوكليس مال الثالاموس، فيقول لك اكو علاقه بيناتهم. هذا الموضوع مو كلش مهم. شو يقول لك هنا؟ يقول لك بالبيبس سيركت، هاي يعني جاست الامتحان، فايبر تراكت الفورنكس كونكت الهيبوكامبس وين للماميلار بوديز مال الهايبوثالاموس، بعدين تروح وين للانتيريور نيوكليس مال الثالاموس، بعدين الثالاميك نيوكلياي تودي للسنجولاي جيرس واللي هو يكمل لك السيركت مره ثانيه للهيبوكامبس. نفس ما تشوفون، اذا تبدي الهيبوكامبس يروح للماميلاري بادي اللي هي تابعه وين؟ للهايبوثالاموس، صح؟ هايبوثالاموس تروح للانترنيوكليوس مال الثالاموس، بعدين للسنجولايت، بعدين للهيبوكامبس، بعدين ترجع. زين اوكي، شنو الهدف من عندها؟ يقول لك هاي الانتر كونكشن، الليمبك سيستم والهايبوثالاموس كوبريت ان نيورال بيسز اوف ايموشنال ستيت. هاي فكره السيركت nothing بيها important، انت بس اريد من عندك بهاي النقطة الاولى تحفظ انه اكو few synaptic connection ويا الكورتكس. لازم تعرف انه الدماغ والكورتكس والوعي ما له سيطرة على عاطفة قوية. شغلة الثانية اللي حلوة بالليمبك سيستم، يسوي لك linking بالconscious intellectual function of cerebral cortex ويا unconscious autonomic function of the brain stem، يعني يربط لك الامور من الكورتكس ويا امور الاوتونوميك.
شغله اللوخ فاسيليتيتنج ميموري ستورج وريتريفال. شنو ستورج يعني؟ يعني خزن. ريتريفال يعني استعاده، فيخزن لك الذاكره ويعيدها. فالهيبوكامبس هو هذا ملكهم. اذا الاميجداله هي ملكه شنو؟ ملكه العاطفه، والهيبوكامبس ملك شنو؟ ملك الميموري والليرنينج. بس هم علاقتهم كلها داخل الليمبك سيستم، يعني هم كل شيء مرتبط بكل شيء، تمام؟ يعني لازم تحفظوها. بلاي ستيشن رول انفورميشن، شوف نيو ميموريز، ريكولز يعني تذكر، ذا اولد وان، اكستريملي سنسيتيف تو هايبوكسيا، كلش يموت بالهايبوكسيا طبعا الليمبك سيستم او الهيبوكامبس. نفس فكره البيزل جانجلي هم شفناه نفس الكلام. والموتيفيشن اللي هو شنو؟ موتيفيشن الدوافع. يقول لك السنسوري كورتكس، الموتور كورتكس، اسوشيشن اريا او سيريبرال كورتكس انيبل يو تو بيرفورم كومبلكس تاسك. But it's largely the limbic system makes you want to do them. يقول لك الكورتكس اللي اخذناها والاسوشيشن اريا مالتها تخليك انه تكون كومبلكس تاسك، يعني مهام معقده، يعني تخليك مثلا انك تتدرب شلون مثلا تلعب جمناستيك مثلا، تمام؟ بس مو هي تنطيك الموتيفيشن. لا، الموتيفيشن شيء عاطفي وليس منطقي. الموتيفيشن شيء عاطفي، مثل من الشغل اغاني بالجيم حتى تتمرن اكثر. اذا يقول لك اللارجلي ذا لمبيك سيستم ميك يو وونت تو دو ذيم، يخليك تريد تسوي هذا الشيء، في حين الجيم انك انت تسويه هذا كونشس. اما الدافع انك انت تروح فهي الاغاني اللي وياه، هي الاصدقاء اللي انت رايح وياهم، هي الظروف، الملابس اللي انت لابسها حابها لو ما حابها، الفيو اللي قدامك انت تتبوى على شارع حلو لو ما حلو، هاي كلها تخلي الليمبك سيستم يسوي ربط بين موضوع التمرين والعاطفه، فيقول لك هو يعطيك موتيفيشن دافع له، تمام؟ مثل موضوع القرايه. يعني موضوع القرايه ليش مثلا هواي ناس تحب تقرا مواضيع معينه؟ يعني انا اقول لكم هذا الموضوع، احنا لو نقرا هيك لنا ممكن نحفظ اكثر مما نقرا على مود الامتحان، يعني الموتيفيشن اعلى. لما تيجي تقول للطالب خلينا نقرا على مود، والله تفهم انت حياتك شلون صايره، تختلف عما تيجي تقول له والله بعد كم يوم عندك امتحان نيوروفيزيولوجي طب مستنصريه 10000 محاضره 10000 صفحه، فاكيد ما راح يقراها، تمام؟ فهذا هو الموتيفيشن. اذا الموتيفيشن يعتمد على الايموشن. فور ذس ريزن الليمبك سيستم يسموه مرات الموتيفيشنال سيستم، اللي ينطيك الدوافع. طبعا ينطيك فكره المكافاه او العقاب، وهي الامور كلها راح نشوفها بموضوع الليمبك سيستم. نيجي للهايبوثالامس. الهايبوثالامس مثل ما ذكرنا هي الجزء الاكثر والاهم من الليمبك سيستم. فيقول لك هي جزء من الدايسيفالون، تكون اللاترال وول من الثيرد فنتريكل، فتكون شكلها الموند، كونكتد بيتويتري جلاند باي بيتويتري سالك، يسموه ستالك، يسموه الهايبوفيزيال ستالك. اذا مربوطه بالبيتويتري، كلكم تعرفون الهايبوثالامس بهذا الشكل، والبيتويتري معلقه جواها، تقسم انتيريور بوستيريور. ما اعتقد واحد منكم ما يعرف هذا الشيء من الاندوكراين. الهايبوثالامس هي الميجر سنترال كومبوننت اوف ذا ليمبيك سيستم، اذا هي رقم واحد. فهسه صار عندنا ثري ستراكشرز مهمه: هايبوثالامس اميجدالا ام العاطفه، وهيبوكامباس ابو الميموري وابو الليرنينج. زين الهايبوثالامس شنو وظائفه؟ كل شيء. خليني اجي اشوف شنو وظائفه. اولا سمباثيتك سنتر، تتحكم بامور سمباثيتك. الشغله الثانيه اندوكراين سنتر، هاي ماخذيها بالاندوكراين، تسيطر لك على البيتويتري، وعن طريق البيتويتري تسيطر على كل الاندوكراين سيستم. شغله اللوخ فود انتيك سنتر، مسؤوله عن اخذ الغذاء، يعني موضوع الجوع والشبع. عن الثيرمو ريجوليشن، موضوع درجه الحراره. الووتر بالانس، عن الماء. السالت ابيتايت، الاملاح. بيولوجيكال كلوك، ساعه حيويه. الريورد والبانشمنت سنتر، اللي هو المكافاه والعقاب. والفير والريج والبلاسيديتي، اللي هي الهدوء والغضب والخوف. والسيكشوال بيهيفير، هاي كلها مسؤوله عنها الهايبوثالامس. تشوفون ايش قد عظيمه، يعني هايبوثالامس هي من اعظم اجزاء الدماغ، هي مسؤوله عن هوايه وظائف. كل هاي الوظائف ربطتها مع بعض، وهي بالحقيقه صدق مربوطه مع بعض، يعني بحياتنا الواقعيه اكو لينك كلش قوي بيناتهم. فاحنا ايش حنسوي؟ نفس ما هو مكتوب ناخذهم واحد واحد. هسه الاوتونوميك مسؤوله عن السمباثيتك والبارا سمباثيتك اكثر، السمباثيتك اكثر. طبعا واحد راح يعترض او يستغرب، يقول انت قلت لنا انه الباراسمباثيتك موجود بالدماغ، صحيح الباراسمباثيتك موجود بالكرانيال نيرف، وماكو كرانيال نيرف سمباثيتك، بس اللي يسيطر على السمباثيتك هو الهايبوثالامس بشكل كلش كبير. فاذا هاي شو تسوي؟ مثلا يستجيب ايموشنال باي جنرال سمباثيتك اكتيفيشن، يسموه الارم ريسبونس. الالارم ريسبونس اللي هو تحذير، يعني يحذر الجسم بسبب ايموشنال معينه، فيحذر يسوي له سمباثيتك ريسبونس. فالسمباثيتك سنتر انكلوز مثلا ادرينالين، نور ادرينالين يطلعون من الكاتيكولامين من الادرينال مدولة، هذا تعرفون من الاندوكراين. الهايبوثالاموس هاز فيري ليميتد كنترول على الباراسمباثيتك، مو كلش قويه على الباراسمباثيتك. هذا الاوتونوميك ديستربنس كان بي ريزلت من هايبوثالاميك ليجن،
بيصير هايبوثالاموك ليجن، يصير مشكله بالسمباثيتك. شلون؟ مثلا يقول لك ذاك ريسبونس تو ايمرجنسي سيتويشن، بحالات الايمرجنسي. يعني احنا تتذكرون كنا نقول الكلب من يلحقنا احنا ننهزم، تتذكرون فايت اور فلايت تو ريست اند دايجست؟ هي هاي فايت اور فلايت، هاي امور كورتيكال لو امور عاطفه. فايت اور فلايت امور عاطفه، يعني انت هي مو امور منطقيه مثل الحيوانات اللي شافوا حيوان اكبر منهم خافوا. نحن نخاف من امور معينه ممكن هي ما تخوف بالحقيقه. يعني مثلا انت ممكن تخاف لو واحد رفع عليك مسدس. اذا هاي الامور تصير عن طريق الليمبك سيستم. فالسمباثيتك ريسبونس، احنا ليش دا نحكي عن السمباثيتك؟ تصير استجابه شيء عاطفي، انك انت خفت من شيء، تمام؟ فيا اما حتتعارك وياه يا اما حتنهزم من عنده. فبالحالتين اكو ايموشنال درايف، اكو موتيفيشن يخليك تسوي هذا الشيء، واضح؟ في الامرجنسي سيتويشن مثل شنو اذا عطلت الهايبوثالاموس؟ يزداد او يقل الكاتكولامين ريليس، يزداد او يقل، او اكسسيف سويتنج، واحد يعرق هوايه، او سبونتينيوس فازو دايليشن، يصير هوت فلاشز، يعني يصير وجهه احمر وجلده احمر، يصير فازو دايليشن فجاه، لان السمباثيتك شو يسوي؟ فازو كونستراكشن، او يسوي لك فازو كونستراكشن، يعني المهم يسوي لك العكوسات، يعني يا دايليشن يا كونستراكشن، يا زياده يا نقصان. فإذا الوظيفة الأولى للهايبوثالاموس السيطر، أو الهايبوثالاموس السيطر لك على السمباثيتك سنتر. هذا الشيء شلون تحفظه؟ دائما تذكر إنه الفايت أور فلايت هو يبدي بالمشاعر. خلصنا من عنده. زين الإندوكراين فانكشن، إندوكراين فانكشن يعني انشرحت كل شيء هواية بالإندوكراين، بس خلنا نشرحها هنا. طبعا هذا الأنتيريور وهذا البوستيريور بالرسم التشريحي، هاي لاترال فيو. فشوف هنا إنه أنت عندك بيتوتري جلاند، هاي البيتوتري جلاند بيها جزء يسموه أدينو هايبوفيسيس وشي يسموه نيورو هايبوفيسيس. بالنسبة للأدينو فهي الجزء الانتيريور، وبالنسبة للنيورو فهو الجزء البوستيريور. ليش اسمه أدينو ليش اسمه نيورو؟ الأدينو لأن هي مسؤولة عن الإندوكراين، يعني تفرز هرمونات بنفسها كأنه هي غدة. النيورو لأنها مرتبطة بالهايبوثالاموس عن طريق النيورون، يعني النيورون هي اللي تفرز لك الهرمونز وليس غدة. فإذا الأدينو هايبوفيسيس تفرز لك عن طريق فكرة الغدد العادية، النيورو عن طريق نيرف إندينج، تمام؟ فشوف هنا تجيك شيء يسموه باراڤنتريكولار نيوكليوس وشيء يسموه سوبرا أوبتيك نيوكليوس. ذول الاثنين راح يفرزوا لك مواد هرمونية. فعندك طريقتين تنتقل. بالنسبة للأدينو تنتقل عن طريق الدم وتروح لي جوا، خلينا نرسمها بالأسود حتى تبين. في حين النيورو هايبوفيسيس او البوستيريور تروح الاعصاب نفسها تنطيها، واضح؟ هذا الفرق بيناتهم. اذا الانتيريور تنتقل الهرمونات عن طريق الدم للانتيريور، وبعدين الانتيريور تفرز من جديد. اذا الانتيريور افرزت هرمونات من جديد وليس اخذت الهرمونات من فوق، انما الهايبوثالاموس تتاثر عليها. يعني الهايبوثالاموس تتحكم بالانتيريور، بس الانتيريور هي اللي تفرز. في حين البوستيريور هي الهايبوثالاموس تنطيها الاشاره وتخليها تفرزها كامله، تمام؟ يعني ماكو تحكم عن طريق دم، انما تنطيها مباشره وهي تروح تفرزها. فهي فكره الفرق بيناتهم بين الانتيريور والبوستيريور بتويتري جلاند. هذا السيستم يسموه بورتر سيستم، هذا السيستم هنا يسموه بورتر سيستم، حال البورتر سيستم الموجود بالكبد، بس هنا كلش صغير على اعتبار الدم هنا ما راح يرجع للدم راسا، انما راح يرجع عن طريق الفين الى الهايبو الى البيتويتري، وبعدين من البيتويتري يرجع للدم، تمام؟ فهي فكرة الاندوكراين. ما أدري ليش هو كاتبها هنا، يعني صراحة زايدة موجودة بالاندو. يقول لك الهايبوثالاموس كنترول سكريشن مال هرمون من الانتيريور بستيريور بتويتر، الاثنين هم تتحكم بيهم بس باختلاف الميكانيزم. فالهايبوثالاموس تنتج لك ريليزنج أو انهبيتنج هرمون، شوفهم يسموهم RH أو IH، ريليزنج هرمون أو انهبيتنج هرمون. هاي الهرمون ستيميوليت أو انهبيت ريليز مال هرمونز من الانتيريور بتويتري. إذا الانتيريور بتويتري التحكم بها صار شلون؟ هرمونال. هرمون يطلع من الهايبوثالاموس يروح للانتيريور بيتويتري، الانتيريور بيتويتري تفرز. بينما الاكسون مال النيورون مال سوبرا اوبتيك نيوكليوس هي هاي تفرز، ترمينيت ان ذا ميديان امينس اللي هو البيزال بارت مال هايبوثالاموس، من جوا يسموه بيزال امينس او ميديان امينس اللي هو البروز اللي بالنص. هذا ورا الاوبتيك كيازما، هاي الاوبتيك كيازما اللي هي منطقه شنو؟ التقاء الاوبتيك نيرف الايمن والايسر، يسموها اوبتيك كيازما. قدامها اكو شيء يسموه ميديان امينس، شوف يعني هاي ميديان امينس اللي هو هذا الجزء الجوة من الهايبوثالاموس. فهاي الريليزنج والانهبيتنج هرمونز موف انسايد ذا هايبوثالاميك نيورون باي اكسوبلازميك فلو اوف ذير تيرمينال ميديان امينس.
هنا they are released، هنا راح يتحررون من الميديان امينس يروحوا للانتيريور بيتويتري عن طريق البلد، فهذا يسموه هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتر سيركوليشن. هايبوثالامو جاي من الهايبوثالاموس، هايبوفيزيال يعني بيتويتري بورتر سيركوليشن. هاي خلصنا من السوبرا اوبتيك ودورها. نجي للبارافنتريكولار، البارافنتريكولار دول على صفاح الثيرد فنتريكال نيوكليا موجوده من الهايبوثالاموس، دول كونكت للبوستيريور بيتويتري عن طريق شيء يسموه هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت وليس بورتال سيستم. هنا ماكو دم انما تراكت مباشره، فهنا هاي النيوكليات تصنع لك الهرمون اللي هم الاوكسيتوسين والاي دي اتش، تعرفهم بس اثنين. البوستيريور مسؤوله عن هرمونين، في حين الانتيريور مسؤوله عن ست هرمونات اساسيه. فذول الهرمونات راح يطلعوا من الاكسوبلازم مال النيرف سيل ويطلعوا من البوستيريور بيتويتري وريمين ستورد ان سيكريتوري فيزيكلز داخل النيرف تيرمينال، يبقوا مخزونين. هاي الهرمونات تطلع موجود الارايفر بروبر نيورونال سيجنال من السوبرا اوبتيك والبارافنتريكولار. لما تجيهم الاشاره يعني اوكسيتوسين وذول الاي دي اتش يخزنون، لما الواحد يقل عنده المي مثلا تجي اشاره وتروح على اي دي اتش تقول له افرز. ولهذا هذا نقدر نربطه بهاي الجمله، مثلا يقول لك هنا الووتر بالانس، بس هذا الووتر بالانس له علاقه بالاندوكراين، لان هو من يشوف المي قليل راح يخلي الاي دي اتش يفرز. هاي الهرمون ذن ديفيوز ثرو ذا وول او كابيلاري بال بوستيريو بيتويتري الى البلاستريم. الهايبوثالاموس هم ريجوليت اليوترين كونتراكتيليتي والمال اجكشن فروم ذا بريست او باي ذا بريست، فالملك اجكشن وليس الملك برودكشن. ملك برودكشن برولاكتين، ملك اجكشن اللي هو الاوكسيتوسين، ويوترين كونتراكتيليتي اللي هو بالولاده. ولهذا الاوكسيتوسين ينطو عمليات الولاده، كلكم تعرفون انه ينطو قبل عمليه الولاده على مود يزيد الكونتراكشن ويطلع البيبي. فهي النيورون سنترال نيوكليا موجوده تنطيك الاوكسيتوسين ويطلع الكريز كونتراكتيليتي، ما بيها اي شيء جديد. خلصنا ويعطيك السكريشن مال الملك او السكريشن مال الملك. خلص موضوع الاندو، طبعا الموضوع بتفاصيل كلش انتم تعرفوها. موضوع مثلا برولاكتين انهبيترنج، برولاكتين ستيمولاتينج هرمون، والجروث هرمون نفس الشيء، والادرينال ادرينال هرمون، والثايرويد، فكلهم ذولا يجون من الهايبوثالاموس. اذا اللي نريد نقوله بس انه الهايبوثالاموس تسيطر على البيتوتري. هذا الموضوع ما يجي من عنده اسئله، اذا يجي من الاندوكراين وليس من النيورو، فاحنا دورنا بالنيورو بس نعرف هذا الشيء. نجي هنا كنترول اوف فود انتيك، هاي مهمه كلش. كنترول اوف فود انتيك حتى اشرح لكم اياها، انه الهايبوثالاموس بيها مكانتين، مكان للشبع ومكان للجوع. ف بتتحسس الشبع تتحسس الجوع، فانت راح يجي عندك مشاعر الجوع او مشاعر الشبع. شنو اللي ياثر عليها؟ اللي ياثر عليها مستوى السكر بالدم، اللي ياثر عليها هرمونات ثانيه تطلع من الجهاز الهضمي او من الدهون، تاثر تخليك شبعان او جوعان. نفس الوقت شلون درجة الحرارة عندنا بيها 37 درجة اللي هو درجة الحرارة الطبيعية، فنفس الشيء بالنسبة للأكل، عندنا فد مستوى معين من الشعور بالجوع هذا هو الطبيعي. يعني أنت لو أكلت أكل معين تشبع به، هذا موجود أساسا بالدماغ مالنا، ولهذا بعض الناس ما تشبع بسهولة، بعض الناس تشبع. فيقول لك حسب هاي النظرية اللي هسه حكيناها أنه كل واحد عنده نقطة معينة، يقول لك حتى لو واحد هو أساسا يسمن ولو ضعف، فمجرد تعوفه راح يظل ياكل الى ان يرجع الوزن اللي هو كان عليه، لان هو هاي الحاله يلي يكون بيها بالنسبه له نورمال، فاهميني؟ ولهذا الناس اللي هي اساسا سمينه، فمن تريد تضعف راح تبقى طول حياتها يحتاج تضعف، يعني ما راح تضعف بسهوله، انما راح تبقى طول حياتها تحاول تغير هذا هاي النقطه مع نقطه الشبع والجوع. اما الناس الضعيفه فكل الصعب ياكلون، وحتى لو جبروا نفسهم واكلوا فلو عافوا الموضوع ورا فتره راح يضعفون مره الاخ، لان هم دائما يحسون نفسهم شبعانين، فما راح يقبلون ياكلون، واضح؟ فما عندهم ابيتايت، ما عندهم شيء يتاكل. طبعا هذا جزء من الانستكشوال بيهافير اللي هو الغريزي. فشوف الهايبوثالاموس تحتوي على فود انتيك كنترولينج سيستم اللي هو يتحكم بالابيتايت للاكل. فهذا الفود انتيك كنترولينج سيستم هو تحت تاثير الليمبك سيستم. ان اديشن طبعا من الامثله عليه تحت تاثير الليمبك سيستم، انك انت ممكن من الضوج ما تاكل، وكل ناس من الضوج تاكل، فشوفون اكو فد كلش علاقه بين العاطفه وبين هذا الشيء. فهنا الليمبك سيستم ديترماين التايب والكواليتي مال الفود اللي ايتن، يحدد لك التايب والكواليتي. ركزوا لي على التايب هم، لان اكو مرات امراض ينصابون بيها ما تاثر على الكواليتي بس تاثر على التايب، يعني يبدي ياكل اي شيء، فاهميني؟ يبدي ياكل اي شيء ما يهمه نوعيه الاكل. فاذا التايب والكواليتي، ولهذا الناس مثلا تحب اكل معين، ناس لا، هذا الشيء مبني على اساس العاطفه مالهم. فالفود انتيك كنترولينج سيستم يتكون من تو سنتر، واحد يسموه ابيتايت او فيدينج سنتر، واحد يسموه ساتايتي سنتر يعني مركز الشبع، فواحد مركز الشهيه وواحد مركز الشبع.
فإذا هذا يسوي لك ستيميوليشن للابيتايت، هذا يسوي لك انهبيشن للابيتايت. الساتايت سيتر شلون يشتغل؟ على طريق الانهبيشن انهيرت تونيك اكتيفيتي للفيدنج سيتر. فالاساس انت عندك هنا هذا يسموه الهانجر سيتر او الابيتايت، وهذا الساتايتي. فالساتايتي شلون يشتغل؟ يمنع لك الهانجر. فانت اساسا بحاله جوع، يعني الانسان اساس اصلا بحاله جوع، انت شلون تحفظها منه يمنع منه؟ يعني ذكر انه انت جزء من الطبيعه، فدائما نحن نكون جوعانين المفروض. ليش؟ يعني الانسان قديما ما كان عنده متوفر الاكل مثلنا حاليا، وصي دليفري او روح من السوبر ماركت. قبل كان ممكن يتوفر له اكل بيوم، يجي ايام ماكو اكل. فدائما هو نعتبر الهنجر هو الحاله الاساسيه، في حين الستايتي تسد للهنجر. يعني الستايتي لما موجوده، لما انت شبعان راح تجي تغلق الهنجر. فاحنا بالحقيقه حاليا احنا بالبشر يعني بالعصر الحديث عندنا 3 وجبات باليوم، ناكل هوايه ومنظمين اكلنا الى حد ما. فاذا ما راح نحس كلش موضوع الهانجر سنتر، يعني دائما مجرد نبدي نجوع راسا ناكل، تمام؟ لان صار الاكل عباره عن شيء سوشيال، شيء اجتماعي، فما راح نحس كلش بالهانجر لان مجرد جعنا شويه راح ناكل. اما بالاصل بالطبيعي بالاصل ما الفسلجه، فالانسان هو اساسا جوعان، اذا لقى فريسه واكلها فراح يسد عنده مركز الجوع. هذا الاصل عندنا حتى تحفظوه، فلقيسوا على حياتكم، لان احنا هوايه امور تغيرت، خصوصا موضوع الغرائز، موضوع الاكل والشرب، موضوع السكس. ذول الشغلتين تغيروا كلش بالكورتيكال فانكشن، رغم ان احنا حكينا بالبدايه انه قلنا الكورتيكال فانكشن تغييرها بسيط. هنا صار اكو اكثر من طريقه، الانسان سوى تلاعب على الغرائز مالته، ولهذا يقول لك الانسان يشوف نفسه انه هو متطور على غيره، لان ده يتلاعب بهذا الشيء، يتلاعب بفكره انه اني القى لي فريسه واكلها، لا انا عندي 3 وجبات باليوم، 3 وجبات انا محصن نفسي. فاذا صار دمج لهذا الستايتي ستر راح يصير شيء يسموه هايبرفيجيا، يعني الانسان المفجوع هذا اللي ياكل هوايه. في حين دمج للفيدنج سنتر اللي هو مركز الجوع، راح شي يصير عنده؟ راح يصير عنده أنوركسيا. أنوركسيا سامعين بيها اللي هو يسموه اكو شي يسموه أنوركسيا نرفوس، الوسواس القهري، هذا اللي ما ياكل زين، هذا اللي ما ياكل ابد الأنوركسيا. طبعا ما يجوع يعني، فما راح ياكل، يصير عنده يعني ممكن يكون فيتال، يعني بعد ما ياكلون اي شي بحيث تقريبا تجبرهم على الاكل زين. هسه هنا تشوفون فكره انه واحد ممكن يستغرب يقول ذولا عندهم الأنوركسيا ليش ما ياكلون؟ مو هم يعرفون الاكل طبيعي ويفيد؟ الجواب هنا انه انت لازم تعرف انه الاكل هو غريزه ومتعه اكثر مما هو شيء منطقي. فهي فكره انه احنا ناكل لنعيش ولا نعيش لناكل، هاي الجمله تبين لك انه هي مو كلش دقيقه، لان انت بالحقيقه تعيش لتاكل، لان عندك مركز الفيدنج، مركز اللي هو العلاقه باللمبك، العلاقه بالايموشن، تمام؟ ف جماعة الأنوركسيا يعني ضرب عندهم هذا السنتر، فقدوا فكرة الإحساس بالطعم، فكرة فقدت غريزة الأكل، فقدت المتعة بالأكل، فراح يصير الأكل عندهم مثل القراية مال النيورو بالمستصرية، فأكيد ما حد راح يسويها، حتى لو تقول له هي تفيدك، يقول لك لا، فهواي ناس ممكن تموت من هذا الشيء، فالأنوركسيا يحتاج لهم علاج، يحتاج لهم كلام منطقي كلش إنه يابا ترى ابدي أكل كورتيكالي، يعني راح أحول فانكشن مال الأكل إلى كورتيكس، راح نقول له أنت منطقياً أكل على ما تبقى عايش، تمام؟ فهي الفكرة يعني خلوها ببالكم، بالضبط مثل فكرة الجيجاير، الكل يدرون إنه هو مضر، بس هواي ناس تدخن، فهي فكرة الأكل، أنا يعني بس أريد أوصلكم فكرة إنه الأكل والشرب ترى غريزة، ولا سنتر خاص بي بالدماغ، مو لأن أنت منطقياً تعرف إنه المي يفيدك، لو المي يفيدك كان مو تشرب من تعطش. المفروض تخلي لك جدول خاص بالشرب الماء. فإذا البشر على طول الوقت حاولوا يسوون هاي 3 وجبات وشرب الماء وكذا، حتى يحولون الموضوع إلى منطقي أكثر، بس هو يبقى موضوع غريزي، يعني لازم نعرف هذا الشيء. كل لك هاي الهايبوثالاميك فود انتي كونتروليك سيستم از ادجستد تو سيت بوينت. شنو هاي السيت بوينت؟ حجيت لكم عليها، نقطة الشبع والجوع اللي موجودة عند كل واحد من عندنا. يقول لك to maintain specific body weight for each individual. هذا specific مو شرط يكون البادي ويت الصحيح، ممكن يكون واحد السبيسيفيك بادي ويت مالته يكون سمين، لان هو دائما ما يشبع بسهوله، يظل ياكل حتى يشبع زين. فالسيت بوينت مالته يكون سمين، واحد يكون ضعيف نفس ما شرحت لكم. فاذا البيرسون از ستارت فور سام تايم، يعني سوى رجيم، ستارت جاع كلش، سوى رجيم راد يضعف. ذا ليفت فري، اذا عفناه ورا فتره بلا رجيم ايش حيسوي؟ راح ياكل افتر وورد، راح ياكل اكثر. هي اتس اونلي انف تو ريستور هيز بري ستارفيشن ويت، راح يرجع للوزن مالته ما قبل الرجيم، ولهذا الرجيم هو useless بهاي الحالة. وهسه راح أقول لكم شنو طريقة البشرة الجديدة بالرجيم. Also إذا the person is overfeed for some time، قام يأكل هواية وليفت فري عفتو وراها، eat after food،
he eats too little until begin regains his previous weight. راح يرجع ضعيف مرة الأخ. ففكرة الرجيم الجديدة ما يقول لك إنه تقلل الأكل لفترة معينة، إنما لازم تغير السيستم كله والسيت بوينت مالتك، تغير الموضوع عن طريق الكورتكس، تبدي تقرأ كتب، تجي تقول هذا الأكل مفيد هذا الأكل مضر، وتبدي على أساسه. فإذا تشوفون إن الموضوع لما تحط موضوع الغريزة وموضوع العاطفة واللمبك سيستم، فهو ده يشتغل بطريقة من عنده. لما ندخل الكورتكس تبدي تضبطه، تمام؟ فهنا the drive to eat is influenced by short-term factors or long-term factors. شنو هم short-term؟ short-term مثل الهايبوغلايسيميا، مجرد انه نقص السكر بالدم انت راح تجوع تلقائيا، تمام؟ ولهذا اهل السكري من صفات السكري شنو يصير عندهم؟ يصير عندهم بوليديبسيا وبوليوريا وبوليفيجيا، صحيح؟ الـ 3P. فهذا يصير هايبوغلايسيميا، اول هايبوغلايسيميا راح يجوع راح ياكل هوايه. And by gastrointestinal peptide يسموه الجرينين. هذا الجرينين اللي هو after a meal consumed the sensation of satiety is mediated عن طريق الفيغاس نيرف due to distension of stomach by release of gastrointestinal hormone يسموه كوليسيستوكالين. أسأل إحنا بس وقفوا، هاي الجملة ما لها دخل. الجرينين اللي هو يزيد لك الجوع، فدائما حفظوا الجرينين هذا يطلع من ال GIT هرمون يخليك الجوع، تمام؟ لما تكون المعدة فارغة، في حين الشبع راح يكون مدياتد عن طريق الفيغاس نيرف بسبب الدستنشن. إذا أنت إمتى تشبع؟ لما تترس معدتك. هذا نحكي بالجهاز الهضمي بالفسفلجة. ليش الناس اللي تأكل خضروات تبقى ضعيفة؟ هنا ربط كيمياء ونيورو وفسفلجة، لأن كيمياء تقول لك الخضروات عبارة عن سليلوز وأنا ما أقدر أهضمها، فراح أجي أدخلها بالفسفلجة. إيش راح أسوي؟ راح أسوي دستنشن للمعدة، فيروح للنيرف سيستم عن طريق الفيغاس ويسوي لك سنسيشن أوف ساتايتي، واضح؟ فإذا أنت لو أكلت جدر قيمة أو لو أكلت خضروات أنت حتشبع بالحالتين، واضح؟ حتشبع بالحالتين، لأن أنت الشبع ما تكون عن طريق الدستنشن. لعد ليش الناس تأكل أكل مو صحي؟ على مود التذوق، على مود التذوق بس. هي فترة التذوق هي هاي المتعة مالته. إذن على مود الليمبك سيستم مرتلخ. الليمبك سيستم هو ده يخلينا سمان، هو ده يخلينا ضعاف، هو ده يخلينا نأكل أكل مفيد وصحي، وده خلينا ما ناكل اكل مفيد او صحي. فاذا تشوفون النيورو ما له دخل، يعني النيورو ده يقول لك انا اسوي لك ساتايتي مجرد انك انت تسوي ديستيشن للاستومك، راح نعطيك فد هرمون يسموه كوليسيستوكاينين، تعرفوا السي سي كي، وخلاص اسوي لك ساتايتي. والجرينين راح افرز، الجرينين مسؤول عن الجوع، لما المعده فارغه افرزه وتجوع. لعدش الانسان ياكل مو صحي؟ لان مره ثانيه على مود الطعم، على مود الايموشن، على مود المتعه اللي موجوده بي. فاذا الشورت تيرم هو الهايبوغلايسيميا، موضوع الجرلين، والشورت تيرم هو موضوع الفيغاس نيرف. اذا ذولا يكونون شورت تيرم، يعني يصيرون خلال وقت كلش قصير. هايبوغلايسيميا بوك خلال دقائق، الجرلين والفيغاس نيرف هو خلال ساعات من الدستنشن، خلاص انت جعت او شبعت. زين، الميجر لونج تيرم ريجوليتر شيء يسموه الليبتين. الليبتين هذا عباره عن هرمون ينفرز من الاديبوس تيشو. هذا فكرته يقول لك هو هذا الهرمون ينفرز ينصنع من الدهون. فالواحد إذا عنده أديبوس تيشو هواي إيش حيسوي؟ حيقول له إنه أنت سمين، فيطلع يقول لك كافي تأكل فأشبع. فإذا هذا عكس الجرينين، إذا الليبتين عكس الجرينين يسوي إنسان شيء يخلي يشبع. شلون تحفظوهم؟ يعني أنا أدري إنه حتنسوهم. ال L يعني ليبيد، ليبتين أحفظوه هيج. فهذا يجي من الليبيد. إذا إيش معناته؟ معناته أكو دهون، أكو كرش، إذا معناته كافي تأكل، إذا شبع. في حل الجرينين عكسه، بس الميكانيزم تختلف. الجرينين لأن في معدة فارغة فده ينفرز، الليبتين لأن أكو دهون. إذا هذا بوليبيبتايد هرمون ريليز باي أديبوسايت من الخلايا الدهنية، فهذا يسوي ستيموليت للساتايتي سنتر وإنهبت للهانجر سنتر، ولهذا إنهبتينج الإيتينج البلازما ليبتين كونستريشن رفليكت ذا سايز أوف توتال بادي فات ستورج. قد واحد أسمن إيش قد يفرز ليبتين أكثر، ولهذا فيدباك لوب إن ويتش هاي ليفل أوف بادي فات شود إنكريز ليبتين ليفل and decrease feeding. راح تزيد الليبتين وتقلل الفيدينج. Patients who are obese are poorly responsive to leptin and may contribute to development and maintenance of overweight. الشخص السمين يكون الريسبونس مالته للليبتين اقل، فصح ده يفرز بس هو مدى يقدر يضعف. زين، هسه اذا شلنا الاميجدالا، طبعا هذا شيء هنا تشوز مالفويد، كل مالفويد يقول لك البايلاترال ديستركشن مال الاميجدالا شيء يسوي لك؟ يسوي لك سايكاتيك بلايندنس للتشويزز اوف فود. سايكاتيك بلايندنس يعني عمى نفسي لاختيار الطعام. فهذا السبجكت ايتس ريجاردينج التايب والكواليتي،
هنا يحكي لك عن التايب والكواليتي، عن النوعيه. فاذا شلت الاميجدالا انت مو شلت الساتايتي والهانجر، ماكو اختلاف بالكميه. يعني لازم تتذكرون، بس ارد احكي لكم انه الهايبوثالاماس كتبوها هيك، الهايبوثالاماس مسؤوله عن الكوانتيتي، تشبع او الجوع. الاميجدالا ايش مسؤوله؟ عن الذوق مالتك، عن الكواليتي. ولهذا اول ما حكينا عن الكنترول اوف فود ايش حكينا؟ كنترولينج التايب اند كواليتي، كواليتي اميجدالا، عفوا الكواليتي والتايب اللي هو مسؤول عنها الاميجدالا، والكوانتيتي مسؤول عنها منه؟ هايبوثالاموس. تمام. فاذا شوف هنا التايب والكواليتي، الهايبرفاجيا والانوركسيا عن طريق ليجن للهايبوثالاموس، يعني هذا العلاقه بالابستات اللي هو شنو؟ مثل الثيرموستات اللي هو النقطه البوينت ستيت بوينت، فيسوي لك شيء يسموه هايبوثالاميك اوبيسيتي او سيفير ايماسيشن. ايماسيشن يعني ينتهي من الضعف. تمام. نوصل للثيرمو ريجوليشن. الثيرمو ريجوليشن بالضبط نفس فكره الكنترول مال الجوع، هم اكو واحد مسؤول عن الحراره يسموه هيت لاس وهيت جين. الهيت لاس والهيت جين فكرتهم يسوون الامور تزيد الحراره وتقلل الحراره، فالفكره كلها سهله ما بيها شيء صعب. فيقول لك الهايبوثالاموس يسموه هنا ثيرموستات. دائما نحفظ فقدان الحراره موجود انتيرير، وكسب الحراره موجود بوستيرير. هاي تيجي بالامتحان، هاي موجوده بكل الكتب كل الجامعات دائما يجيبوهم، انه فقدان الحراره تكون بالجزء الانتيرير واكتساب الحراره من الجزء البوستيرير. البوث سنترز ار انتر كونكتد او ورك ان ريسيبريكال مانر، يعني واحد عكس الثاني. فشوف شلون الهيت لاس سنتر ايش حتسوي؟ اول شيء فازو دايليشن بالكوتينس على مود يتبخر، بروفيوز سويتنج على مود يتبخر العرق، العفو هنا الفازو دايليشن على مود الاشعاع، البروفيوز سويتنج على مود التبخر. وهيت لاس سنتر هو سنسيتيف التغير بالبادي تمبرتشر، يعني الى حد 0.02، فشيء كلش حساس طبعا. which is indicated by body core temperature اللي هو على طريق central thermal receptor. هاي central thermal receptor اذا تتذكرون اخذناها بدايه السنسوري، حكيت لكم انه اكو thermal receptor cutaneous وcentral thermal receptor اللي هي مسؤوله عن core body temperature. فهي الموجوده بالhypothalamus، بالspinal cord، بالabdominal organ other internal location. هذول يسموهم core body thermal receptor. تمام. وليس cutaneous. يعني خلي نسويها سيرج، بس أريد أرجع أشوفكم الجملة اللي هي مهمة. هاي ثيرمو ريسبتر، شوف هنا ثيرمو ريسبتر هاي فيزراسيشن، هنا حكينا بوقتها على الفيزيك سنسر يونت. شوف هنا بعد البين حكينا بوكت حال ثيرمو. شوف هنا يقول لك الثيرمو ريسبتر هاي مال البين. هاي الثيرمو سنسيشن، يقول لك الثيرمو ريسبترز اللي هي مسؤولة عن الكور بادي تيمبريتشر. خليني اشوف وين مكتوبة. two type of subcutaneous receptor determine response two type high cold شرحناها وال warmth. ما ادري اتذكر وين مكانها بالضبط. شوف بس اريد اقول لك surface area، يعني هنا يحكي لك عن المساحة السطحية، ما يحكي لك عن core body temperature. مكتوب الظاهر زين، ما مكتوب هنا، يجوز بغير مكان عن شارحها. بس القصد انه انا اللي اريد اقول لكم اياه انه هذا الموضوع يختلف عن ذاك الكوتينس. هو هنا تشوفون كل تحكي لك عن الكوتينس، يعني هذا الموضوع اللي بدنا نحكي عنه مال الثيرمال، هذا موضوع السنترال يسموه سنترال ثيرمال ريسبتورز، يختلف عن الكوتينس. كوتينس موجودين بالجلد، ذوك يحسوا لك البيئه الخارجيه، هذا يحس لك الداخل، موجود بالهايبوثالاموس، بالسباينال كورد، ابدومينال اورجان والانترنال لوكيشن، بهاي المكانات اللي جوا. Further respond mainly to any increase in core body temperature to prevent hyperthermia. هذا يمنع الهايبرثيرميا، يستجيب لأي زيادة حتى شنو يسوي لك heat loss، واضح؟ يقلل لك الحرارة. في حين هذا عكسه الثاني اللي هو منه موجود stimulation مال heat gain center leads to cutaneous vasoconstriction، عكسه اللي احنا قلنا بالreciprocal manner واحد عكس الاخ. vasoconstriction يزيد لك muscle tone. ليش يزيد لك muscle tone والshivering الرجفة وستيميوليشن ماركاتي كولامين سكريشن؟ اسوي الفازو كونستركشن فهمناه على مود لا يصير اشعاع للدم من الجلد، يسوي لك شيفرنج ومسل تون حتى العضلات تبدي ترجف حتى تنتج حراره،
ولهذا الرجفة هي في الطريقة احنا ننتج بيها حرارة لما حرارتنا تقل. هذا الـ Heat Gain Center Response to Input Signals Coming from Cutaneous Thermoreceptor وتشيك Surface عن طريق Skin and Peripheral. It responds mainly to cooling of skin to prevent hypothermia. فهي طبعا تستجيب للخارج عن متمنع الهايبوثيرميا، لأن أنت جسمك بالداخل ما يسوي هايبوثيرميا، جسمك بالعادة ينتج حرارة. فإذا نشوف أنه الـ Heat Loss أكثر شيء يستجيب للـ Central Thermoreceptor، في حين هذا أبو الهيت جين يستجيب وين للكوتينس ثيرموريسبتر، لأن أنت بتتقل حرارتك من الخارج ما تقل من الداخل. لما أنت تكون بيئة ثلج أو واحد أكو مي أو الدنيا دي تمطر، فهذا اللي يقلل حرارتك. فإذا الهايبرثيرمي والهايبوثيرمي ينتجون عن طريق الليجن للهايبوثيلاميك ثيرموستات، إذا خصلنا هذا الهايبوثيلاميك ثيرموستات. من الشغل اللي يسويه هو الووتر بالانس. الووتر بالانس اللي هو العطش هم مسؤولية الهايبوثيلاموس. الهايبوثيلاموس ريجوليت البودي ووتر عن طريق الـ Sensation of Thirst، عن طريق الـ Thirst Center and Conserve Water. هذا الـ Thirst Center موجود بالـ Lateral Hypothalamus، يستلم Stimulatory Input Signal من Different Sources. أولاً من الـ Osmoreceptor بالـ Hypothalamus، هذا يعني ماكو داعي نحكي أبو الـ ADH، نفس الكلام مال الـ Endocrine. فلما يصير Osmoreceptor يصير الدم ثقيل راح يفرز ADH فيخلي المي يرجع، تمام؟ هاي فكرة الـ Osmolarity. يعني مو هذا اللي يهمني، هذا سهل، هذا الأوزمولاريتي سهل، مجرد تزداد الأوزمولاريتي مال الدم راح يفرز ADH. ركزوا لي بذول البقية. يقول لك نقصان الفوليوم، نقصان الفوليوم without الأوزمولاريتي without زيادة الأوزمولاريتي هم يحفز لك. يعني أنا أريد تعرفون أنه أكو نوعيتين، يعني النوعية رقم واحد أنه قل المي أو ازداد الملح، يعني شنو؟ يعني الأوزمولاريتي فقط صعدت فأنت راح تعطش، يعني مجرد صعود الأوزمولاريتي أنت حتحتاج ADH تشرب مي، واضح؟ في حين نقصان الفوليوم بغض النظر عن الأوزمولاريتي، حتى لو الأوزمولاريتي بعدها صحيحة، بس مجرد قل الفوليوم فأنت راح تحتاج مي أكثر. فيقول لك نقصان الإكستراسيلولار فلويد، يعني الدم يسوي لك استيميليشن للثيرس. هذا يقول لك إندبندنت للأوزمولاريتي، ما يعتمد على الأوزمولاريتي، ولهذا حطها نقطة، هاي رقم واحد، هاي نقطة اثنين. هذا الإفكت مع الإكستراسيلولار فوليوم ديبليشن بالثيرس إز ميديتد عن طريق رينين أنجيوتنسيت سيستم. شنو هذا رينين أنجيوتنسين سيستم؟ اللي هو هذا الأنجيوتنسين تو يشتغل كسبيشال ريسبتر بالهايبوثالاموس ويخلي النيورونال اريا كونسيرند والثيرست. هاي واحدة من وظائفه، طبعا هو يسوي فازو كونستركشن تعرفوه، ويسوي افراز الالدوستيرون بعدين. هاي القصة انتم ماخذيها بالاندوكراين، بس هنا ركزوا لي على الثيرست. تفاصيل الاندو لا تركزون بيها حيل، تجيكم بالاندو. يعني حتى الاي دي اتش انتم ماخذيه بالاندو، لا تركزون بيه هنا. هاي ركزوا لي الاوزمو ريسبتر يسوي لك عطش، نقصان الفوليوم يسوي لك عطش. بعد من الليمبك سيستم والسيربلار كورتكس، شايف في واحد من يجون بالمحكمة كل شوية يريد مي، ليش؟ لأن بالمحكمة الإيموشن ممكن تخلي لك عطش، شايفين الإيموشن تخلي الواحد يعطش. فيقول لك الليمبك سيستم والسيربلار كورتكس، يقول لك السايكيك والإيموشنال ستيمولاي ممكن تدي موديفاي الثيرست سنسيشن، الواحد يبدي يعطش هواية. شو صارت الإيموشن وياه من ويا الأكل؟ وواحد يقول لك طب ديبريشن، طب اكتئاب بعد ما يأكل، ما يهم الأكل رغم انه هو كان سمين. شايفين واحد يقول لك من القهر صار جلده عظم. فاذا المشاعر هو كل الكلام، انتوا لا تنسوا احنا لساتنا بدنا نحكي ليمبك سيستم، فكل شيء نحكي له علاقه بالمشاعر. حكينا اوتونوميك له علاقه بالمشاعر، حكينا هرمون له علاقه بالمشاعر، اكل الشرب له علاقه، وهسه بدنا نحكي عن منه، عن الووتر بالانس والعطش، فله علاقه بالمشاعر. اذا المشاعر مسؤوله عن العطش، فممكن واحد يعطش هوايه اذا بظروف معينه. اخير شيء الماوث والفارنكس، يقول لك جفاف الماوث والفارنكس بحد ذاته هو عامل للعطش، حتى لو شلت التشارب مية هواية. فأنت مجرد حلقك جاف، مثل أنك أنت تشرح محاضرة مع الليمبك سيستم، فراح تعطش هواية فتحتاج تشرب مي. فهذا ما له دخل بكمية الووتر الموجودة بالدم، ولا له دخل بالأوزمولاريتي. ممكن الأوزمولاريتي مالتك طبيعية وكمية المي أساسا التشارب طن مي، بس مع هذا راح تعطش لأن هذا الماوث. ونفس الشيء من تأكل أكل مالح، مثل واحد يأكل مزقوف زين، بعد ما يأكل هيج أكل راح يعطش كلش. هذا العطش الكلش بسببه الماوث وليس سبب الأوزمورسبتر. هاي الأربعة أتمنى تفهموها هيك، إنه كل وحدة لتشتغل بطريقتها، مو شرط إن هما كلهم يكونوا موجودين، وإن كان بالغالب هما كلهم يكونوا موجودين سوا. فيقول لك هنا dryness of mouth or reduced salivary secretion، راح تقل السلايفة. هذا most common signal، طبعا most common signal إلنا لأن إحنا عندنا نتعامل ويا بشر يعتمدون على الغرائز والعواطف مالتهم. أنا أسألك يا هو اللي يزعجك الأوزمورسبتر أساسا أنت ما تحس بيها، نقصان الاكسترا سيلولار فلويد راح يقل عندك الضغط، ممكن يصير عندك هايبوتيشن، ممكن الدوخه تتمدد، بس هم ما حتحس بيها. الايموشن راح يسوي لك عطش،
والماوث. يعني احنا شنو ترى اللي يخلينا يشرب مي هو الجفاف مال الماوث، وليس الاقصاء الضغط، وليس الاوزمو ريسبتر. ذول الشغلتين، ولهذا الله خلانا الاوزمو ريسبتر مربوطه ويا الاي دي اتش، يعني يدري انه نحن ما راح نهتم بيها. يعني حتى لو الاوزمو ريسبتر تخيل ياشر يمك يقول لك ترى يابا الاوزمولاريتي ازدادت، تقول اوكي شوي تلو اشرب مي، خلي اكمل الجيم وقوم. صحيح، بس لما يصير عندك دراي ماوث وتبدي يصير عندك جفاف بحلقك ما تقدر تحكي، ذاك الوقت حتضطر تشرب. ولهذا يعتبر الماوث كمان سيجنالز من اكثر الاشارات شهره واكثر الاشارات اللي تخليك تشرب مي. فيقول لك eating very dry food it says its desire to drink water because salivary secretion is not adequate to keep mouth moist. ما يخليه رطب. فشوف هنا الاوزمو ريسبتر يجيها زياده الاوزمولاريتي تخلي الاي دي اتش يفرز من البوستيريور بيتويتري طبعا. ولهذا شوف الاوزمو ريسبتر مال هايبوثالامس شنو علاقتها ويا البيتويتري، علاقه كلش قويه. بعد هنا الثيرد سنتر شو يسوي؟ الفوليوم ريسبتر بالرايت اتريوم واللارج فين، نقصان الفوليوم شو يقول له؟ يقول له اشرب مي اكثر. والسيربرال كورتكس والليمبك سيستم هسه شرحنا موضوع منه، موضوع العواطف. هنا رينين انجيوتنسي سيستم والدراي ماوث كل تزيد الثيرد سنسيشن، خليك تشرب مي تعطش اكثر. نجي للسالت ابيتايت. السالت ابيتايت طبعا اهميتها بالبشر كلش قليله. هاي السالت ابيتايت يقول لك هاي هدفها، او خل اسالكم سؤال حتى تعرفون ربطها بالايموشن شنو دخلها بالليمبك سيستم. سؤال، ايش قد احنا نحتاج ملح باليوم؟ كلش قليل. احنا في حين ناكل على الاقل 10 الى 15 ضعف عن الملح اللي احنا نحتاجه بجسمنا. معظم الملح احنا نتخلص من عنده باليورين. السؤال يطرح نفسه، لعد ليش احنا ناكل ملح؟ لان طعمه طيب مو لان نحتاجه. فتشوفون التغير اللي يصير بالليمبك سيستم، هاي هي العواطف اللي تخلينا ناكل ملح كل شهوايه. فيقول لك دائما حتى من نقرا حاجه الجسم للملح يكتبوها الحاجه الفيزيولوجيكال اللي انت تحتاجها كجسم، ويحكوا لك الرغبه مال اكل الملح اللي هي تكون اكثر. تمام. فإذا السالت أبيتايت يسموها سالت أبيتايت سنتر، موجود بالأنتيريور هايبوثالامس كلوز للأوزمو ريسبتر، كلش قريب من عنده، لأن أنت ما يصير الأوزمولاريتي عالية وأنت تشتهي ملح. تمام، ما يصير، بالعكس لازم. فهي السيل سنسيتيف للتغير بالأوزمولاريتي وبالليفل مال صوديوم البلازما، يسموه أوزمو صوديوم ريسبتر. مفهومة. هاي ستيميوليتد هايبوناتريميا هايبرتونيسيتي والهايبوفوليميا انكريز أبيتايت فور سالت. إذا الهايبوناتريميا نقصان الصوديوم، أو الهايبوفوليميا أو الهايبوتونيسيتي نقصان التونيك، نقصان الاوزمولاريتي تخليك تاكل ملح. يسموك كريفنج فور سالت. هاي الكريفنج فور سالت اللي هذا الشخص اللي بس يريد ملح شره. بالضبط، يكون يعني اي ملح بس يريد ياكل ملح، حتى يقول بس حطوا لي اكل، حتى لو ياكلون خيار وملح مرات يجيبون خيار يحطون فوقه ملح، فهذا يسموه سالت ابيتايت. بس انا اريد انبهكم انه تطبقون الفكره الاساسيه مال الليمبك سيستم بهذا الموضوع، انه انتم تاكلون ملح اكثر مما تحتاجون. فاحنا ما بدنا ناكل ملح لان والله هذا السنتر ده يشتغل. هذا السنتر نادرا ما يشتغل عندنا ترى. يعني انت امتى يشتغل عندك السنتر؟ لما انت تبقى يومين مثلا تاكل فواكه بس وتشرب مي وما ماكل اكله قويه يعني. فبذاك الوقت تبدي تقول اريد اكل ملح. تمام. فواحد يقضون طماطه ويحطون ملح هوايه، هاي الاكلات اللي بيها هوايه ملح. زين، فهذا الشيء احنا بالحقيقه ما نحس به، لان احنا اساسا الملح يونسنا، يعني الملح طعمه طيب، فالناس بدي تاكله، تاكل الملح على مود هذا السبب وليس على مود اكو سنتر، يعني تاكل على مود موضوع الايموشن، موضوع الليمبك سيستم. زين، طبعا هو هنا كلش حاكي على الموضوع لو منه ما يستحق، يعني مفروض يحكوا يعني بس كروسيقات وعلى اشرح لكم اياه، ماكو داعي نقرا. المفروض يقول لك كنترول للسايكليك فينومينا يسموها البيولوجيكال كلوك او الساعه البيولوجيه، اللي هو يصير بالسوبرا كيازماتيك نيوكليوس. هاي السوبرا كيازماتيك موجوده فوق الاوبتيك كيازما، بالضبط فوق الاوبتيك كيازما موجوده، يسموها سوبرا كيازماتيك نيوكليوس. بيولوجيكال كلوك كلش واضحه، اللي هي الساعه البيولوجيه، هي تتحكم لك بالوقت مال الجسم وتاثر لك على كل فعاليات الجسم. هنا كاتب لك أكثر من 100 فعالية تأثر عليها، من إفراز الهرمونات، من التحكم بالتفكير، وحتى الإيموشن كلها تتغير على طول النهار. بس أريد أقول لكم قبل أن نبدي بيها، يعني فلسفتها لهاي الساعة البيولوجية، أساساً الإنسان مجهز دماغه تقريباً ب 24 ساعة وشوية، يعني الساعة البيولوجية مالتنا تعتبر النهار 24 ساعة وشوية، في حين هو بالحقيقة أقل بجزء بسيط. وعليه يقول لك اكو فد اختلاف بين الساعه البيولوجيه مالتنا والساعه الحقيقيه مال الكوكب. زين، ولهذا بين فتره وفتره تتخربط نومتنا. هاي الخربطه صايره بسبب الاختلاف بيناتهم، بس بشكل عام هي الساعه البيولوجيه موجوده طبيعه. يعني شنو موجوده طبيعه؟ يعني حتى without external stimuli فهي موجوده. يعني الانسان بحد ذاته عنده ساعه بيولوجيه، شلون البزازين، شلون الدجاج، يعني شايف بزوله تخربط نومتها الا اذا تتخربط عليها، بس هي بشكل عام تعرف امتى تنام، الدجاج يعرف امتى ينام،
نفس الشيء نحن البشر المفروض هيك، بس الاكسترنال ستيمولاي هم تاثر على هذا الشيء، مثل الضوء. هل الضوء يخليك مثلا ويكفول، تذكرون الريتيكولار فورميشن ما حكينا؟ فاذا هاي الامور تاثر عليه. فخلنا نجي نقرا شوفوا وش كاتب، وراح نقرا التاثيرات مالتهم. كل تاثير طبعا الاهميه، هذا يسموه سيركاديان ريذم، اللي هو شنو النمط مال الحياه او الريذم مالتنا. فهذه تقريبا ياثر على 100 بارامتر للهيومن اورجان وفانكشنز، ياثر على هواي امور. مثلا البودي تمبرتشر تكون كلش قليله بالارلي مورنينج وهواي بالايفنينج، طبعا هاي كلها امسكيو تجيك مباشره تحفظها سهلات. نفس الشيء الهارت ريت، فشوف يختلف بين النهار. الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون السي ار اتش والاي سي تي اتش، اللي هذا يفرز من الهايبوثالاموس ومن البيتوتري، وين يروح على الكورتيزول سيكريشن؟ وين يكون هايست؟ بالثمانية اي ام، ويكون لوست امتى؟ بالميد نايت. عكسه منه الجروث هرمون، قاريها بالاندو المفروض. فاذا نجي نكتب الكورتيزول هنا، دائما حفظوها الكورتيزول عكس الجروث. ولهذا اهل الجيم شو يقولوا لهم اذا سامعين؟ لازم تتمرن وتاكل وشنو وتنام، لان النوم هو جروث هرمون فتبني عضلات اكثر. اذا دائما حفظوها الجروث هرمون يزداد بالنوم، تمام. الكورتيزول يزداد امتى؟ بالنهار. ومنطقي انت تحتاج الكورتيزول، انت تحتاج السكر بالنهار لما تبدي تشتغل. نجي لدور الميلاتونين. الميلاتونين منه هذا؟ هذا يطلع من البينيال جلاند، الغده الصنوبريه موجوده بالاندوكراين. هذا انكريزد باي نايت ويقل ات داي تايم، هذا هو اللي نومك. ولهذا حبوب الميلاتونين تباع بالصيدليات نفس سكرته اللي يفرز من البينيال جلاند، هذا يطلع بالليل ويختفي بالنهار. فهذا الداركنس بروبابل ستيمولييت الميلاتونين سكريشن باي بينيال جلاند. فقل لك بروبابلي، يعني الداركنس هو يحفز لك منه الميلاتونين على افراز البينيال جلاند على افراز الميلاتونين، وانهبت السكريشن مال جونادوتروبيك هرمون من الانتيريال بيتوتري، ولهذا يقلل لك السكشوال درايف. السكشوال درايف يقلله، يعني بشكل عام السكشوال درايف يقل من الانسان يكون تعبان يكون منتهي يعني، تمام. ولهذا هم اذا سامعيها يعني تربطوها بامور انت هواي تسمعها، يقول لك اذا الناس اللي خصوصا المراهقين وفتره الشباب فيكون عندهم كل السكشوال درايف عاليه، فيقول اذا انت ما تقدر تتزوج وكذا فانت روح للرياضه. ولهذا اهل الرياضه الجيم شو يكونون دائما؟ دائما تلقاهم ملتزمين، يعني نادرا ما تلقى واحد يروح جيم ورياضي وتلقاه يعني عنده امور سكشوال ثانيه، لان دائما يسوي لها انهبيشن هذا الموضوع خصوصا بالنوم. زين، فشوف هنا الميلاتونين، ميلاتونين من الانتيريال بيتوتري يقلل الجونادوتروبيك هرمون من الانتيريال بيتوتري فيقلل الريدوس سكشوال درايف. هاي خلصنا. فهي من الافكار اللي تتاثر عن طريق السيركاديان ريذم. اكو امور تكون على مدى شهر، مثل منو الميتشور سايكل. ميتشور سايكل تكون دوره على مدى شهر وليست على مدى اليوم، فكل شهر تصير او كل 28 يوم. بالادلت فيميل هو اكزامبل على الفيزيولوجيكال مانثلي ريذم، ريذم على طول المانث. Whenever body is exposed to new pattern of daylight or darkness، لما تتعرض لبيئة جديدة مثل انك تسافر بالطيارة، البيولوجيكال كلوك شي يصير لها ريسيت، تنعاد من جديد. فترة ركبت الطيارة وطلعت من منطقة زمنية ليل، راحت المنطقة زمنية ليل مرت له، فانت صار عندك 20 ساعة ليل، فهنا تخربط كل شيء. فشو تسوي؟ تسوي ريسيت من جديد، تبدي تحسب من جديد، بس يحتاج لها كم يوم. هذا provided عن طريق new pattern is irregular. Accordingly هذا circadian rhythm راح يتغير. البيسميكر مال circadian rhythm الموجود بالسوبراكيازماتيك نيوكليس، طبعا تحفظوها اكيد تجي من الامتحان كلش. Play important role in setting biological clock by connection ويا الريتنا. ليش الريتنا؟ لان هي تستلم الضوء فتشوف النهار والليل. فهي تروح للهايبوثالاموس نيور للبينيال جلاند ريتيكولار فورميشن. ريتيكولار فورميشن عشان يستلموا كل مكان، من ضمنها طبعا الرؤية. يقول لك disruption of هذا الريثم، امتى يصير disruption؟ disruption للنيجاتيف افكت in the short term، هذا يصير بالترافلرز اللي يسافرون هواية. فهذا experience condition يسموها jet lag. شنو jet lag؟ يعني التغير اللي يصير عند اللي يسافرون بالطيارات، تمام؟ يصير عندهم lag يعني تأخر، يعني يطلعون مثلا ينتقلون 5-6 ساعات هم لساتهم نفس الوقت. زين، يعني يعبرون مثلا ويا الارض او عكس اتجاه دوران الارض، يعني من الشرق للغرب او من الغرب للشرق. فيا اما يطول عندهم النهار كلش او يطول عندهم الليل كلش، او كلش يقصر بحيث النهار كله يصير كم ساعه وراسه يطبون بالليل. زين، فيصير عندهم ليل نهار قصير ليل، او يصير عندهم شنو ليل ليل كلش طويل بعدين نهار. فبالحالتين هو صار خربطه. فهذا يسموه جيت لاج اللي هو اساسيات السبتوشي. يصير عندهم فتيك، طبعا هذا الفتيك بسبب الميلاتونين، يريدهم ينامون حسب السايكل القديمة، ونفس الوقت تأثير بقية الهرمونات. disorientation ما يكونون oriented كلش، وانسومنيا أرق، تمام. ممكن يصير عندهم أرق إذا كان الوقت اللي انتقلوا عليه المفروض هو وقت نوم، يعني هو راحوا على مكان بيها ليل، هم حسب ساعتهم القديمة المفروض هم شنو نهار،
فهم قاعدين، اهل البلد اللي راحوا لهم عندهم نوم، فيصير عندهم انسومنيا، وبحقيقه مو انسومنيا، يعني مو ارق بمعنى الارق الصحيح، انما اختلاف البيئه. فهم صاروا بيئه الكل نايمين بيها بس هم قاعدين، فصار عندهم انسومنيا. نجي للرول اوف ليرنينج اند ميموري. من الشغلات اللي الليمبك سيستم والهايبوثالامس خصوصا تتدخل بيها، طبعا بالذات نحن بالهايبوثالامس لا تنسون بعدنا ما وصلين اميجدالا والهيبوكامبس، هو شيء يسموه ريورد سيستم والبانشمنت سيستم، اللي هو نظام العقاب او نظام المكافأة. زين، نفس ما كانوا تجار المخدرات يقولوا لهم الفضة او الرصاص، الفضة نعطي فلوس او الرصاص نقتلك، فيا تتعامل ويانا يا اما نقضي عليك. فهاي الفكرة مع الريورد والبانشمنت موجودة بالدماغ، ولهذا تشتغل. هسا ليش مثلا الزعماء السياسيين بالانتخابات يستخدموها كلش؟ يعني ليش يعني بعض الناس تحكي تقول انه يعني الريورد سيستم معقولة حيشتغل ببطانية والواحد يبيع صوته؟ الجواب ايه. نفس الشيء بكل شيء بحياتنا، ممكن كلمة شكرا تختلف بين شخص وشخص، مجرد تقول للواحد شكرا ممكن يحبك حيل ويبقى صديق طول حياته، هذا الريورد سيستم يشتغل. نفس الشيء البانشمنت، عقوبه معينه بسيطه ممكن ترد على الانسان، نفس هاي درسوها للتربيه بالاطفال انه بانشمنت راح تشتغل على البرين. فاذا فكره البانشمنت والريورد هي مو فكره انه نتيجه راح اسويها مقدمه ونتيجه، لو سويت كذا راح تتعاقب، انما هو تغيير باللمبك سيستم كله، تغيير مشاعر الشخص، ولهذا اللي يتعاقبون هم وصغار يبقون الشخصيه مالتهم مو صحيحه بسبب اللمبك سيستم هذا. هي صار عندهم punishment على أمور تافهة، فدائما يتعاقب، دائما يحس نفسه إنه هو مو زين، إنه هو punished، إنه هو سيء، فالعواطف مالته كلها حتتغير. فذول العقد النفسية تلقوهم بالمجتمع هم نتيجة هذا limbic system، تدورون عليهم باقي المحاضرات تلقوهم بوحدة من ذولا. يعني تخيلوا إنسان إذا كان عنده satiety center ده يشتغل قليل، يعني عنده الهانجر وبقى جوعان هو وطفل، ممكن يأثر على شخصيته بعدين. نفس الشيء هنا، فالreward والpunishment، فإذا ذولا من stimulated give sense of reward، المكافأة الواحد يفرح، relaxation, pleasure, satisfaction، رضا عن نفسه، في حين punishment راح يسوي stimulated، ينطيك punishment, displeasure, الفير الخوف التيرور، واحد يحس نفسه مذنب يعني ويخاف ويضج. هاي less potent reward and punishment system are found بالأميجدالا والهيبوكامبس، نفسهم موجودين بالأميجدالا والهيبوكامبس، بس أكثر شيء وين موجود؟ موجود بالهايبوثالامس و other area of the brain. هاي السنتر constitute important component بالreward والpunishment system، very important للemotion، للmotivation الدوافع، لما تقول له انجح وجيب لك سيارة، شايفين؟ للميموري للذاكرة، ولهذا هواي ناس ما تنسى مثلا عقوبة، شايفين هاي البوستات يقول لك والله هذا الراجل ضربني يا مدرس العربي بصف ثالث ابتدائي كان غير بحياتي كلش بسبب الميموري، هو الليمبك سيستم، الراشدي راح على الذاكرة نفسها. نفس الشيء يقول لك الهدية اللي جابوا لي اياها، والليرنينج التعلم، جزء من التعلم هو عن طريق المكافأة والعقاب. فهذا keep any experience for long time of memory and needs either two mechanisms to stimulate the reward or punishment system or to do practical repeating otherwise the experience is easily forgotten. إذا بلا هذا السيستم الـ experience راح تنسي. يعني أي experience، هسا انت على الاكسبيرينس مال 6 سنين بالجامعه راح تتذكر فقط اللحظات اللي انت تكافأت بيها، اللي فلان مدحك، حكى بيك الدكتور، تصعدت على الستيج، هاي تتذكرها. ماكو واحد من عندنا في بيوم من الايام ممكن ينسى تصفيق الناس الا ما صعد على الستيج، الكل تتذكرها ويتذكر طبعا من تعاقب. بس التجارب التافهه اللي هي لا عقاب ولا فائده يعني ولا مكافاه، صارت ومرت من دون ما تبني عواطف، من دون ما تبني تجربة شخصية عاطفية، فيقول لك هاي الاكسبيرينس ار ايزي فورغتن، بسهولة راح تنساها، ما راح تبقى ببالك. And not added to memory stores of the individual. هاي hypothalamus play role relay station neural circuit concerned with short term memory. ولهذا hypothalamus راح نشوفها بالميموري، من نشرح الميموري بالنسبة الميموري short term. زي إذا صار disturbance الميموري والlearning ability can be result من hypothalamic lesion. إذا الهايبوثالامس إلها دخل بالتعليم، هايبوثالامس إلها دخل بكل شيء، يعني إلها دخل بالتعليم، ولهذا interruption بالlimbic system circuit وكسرت بالshort term memory. فالليجن بالpunishment والreward center depresses the ability to develop long term memory for important event. يعني إذا ضرب الreward والpunishment راح يأثر لك على شنو؟ راح يأثر لك على short term concerned with short term memory، راح يقلل لك القدرة على إنتاج long term memory. يعني بشكل عام الهايبوثالاموس كنتيجة نريد نعرف انه هي لها علاقة بالتعلم، لها علاقة بالذاكرة، بس تستغل شنو؟ تستغل العاطفة حتى تبني معلومات، تستغل العاطفة، زين؟ تستغل الأحداث، ربط الأحداث، ربط الأحداث، ربط المشاعر، ولهذا واحد بيقرأ ويا صديقة يتذكر المشاعر والضحك والأمور اللي صارت بيسه البادة،
دائما يبقى يتذكرها، ممكن يتذكر الأحداث أكثر من المادة، زين تختلف عما تقرأ معلومة وحدها. فدائما هذه فكرة الليمبك سيستم. الليمبك سيستم كلش ذكي، يربط لك الأمور كلها مع بعض بحيث يرتب لك إياها. كنترول مال موتور ريسبونسز تو ايموشنز، يربط لك الموتور ريسبونسز ايش إجابات. هسه اشوفكم يعني من الشغلات الحلوة اللي يربطها بالإيموشن حتى والسيكشوال بيهيفير، نوصل للهيبوكامبس حتى يعني يكون كملنا الهايبوثالامس. شنو الايموشن اللي عندنا؟ هاي اخر موضوع لطيف وسهل، يقول لك الموتور ريسبونسز للايموشن كنترول باي كومبلكس ميكانيزم. هايبوثالامس اميجدالا اسوشيشن اريا، مال عندك الاميجدالا وين موجوده؟ بالتمبورال لوب، شرحت لكم اياها. الهايبوثالامس عنده فير سنتر، سنتر بالخوف، ريج سنتر اللي هو خاص بالغضب، وبلاسيديتي اريا اللي هي مسؤوله عن الهدوء. اذا هنا عندنا 3 ارياز اساسيه، واحد للخوف، واحد للغضب، واحد للشنو؟ للهدوء، اللي هو عكس الغضب بالضبط، يعني واحد عكس الثاني. واحد يسوي انهبيشن، يعني يسوي البلاسيديتي. شوفوا هنا حتى راسمها يقول لك البلاسيديتي يسوي انهبيشن للريج اريا، يعني الهدوء يوقف الغضب. فهنا الاستيميوليشن او الدمج السبثلاميك ريجن يسوي لك ايموشن سبيسيفيك موتور ريسبونسز كالاتي. اولا الخوف. الخوف شلون يكون؟ هو ان بليزنت ايموشنال ستيت، هو شيء مو لطيف. الخوف ابدا مو لطيف. Involve the sense of insecurity because of pending danger or evil. فشي impending danger، فتخطر مترقبي. فالخوف ما يصير لما أكو خطر قدامك. فرقوا بيناتهم. ذاك fight or flight، لما يطلع لك خطر فجأة أنت ما تخاف منه. تمام؟ يطلعك واحد شايل مسدس وضربك، وين حتلحق تخاف؟ يا ما حتموت يا ما حتنهزم. هيشتغل عندك sympathetic. الخوف إمتى؟ لما واحد يحط لك رسالة يقول لك أنا حقتلك بعد شهر، أنت هذا الشهر كله حتخاف بي. تمام؟ فإذا هو impending danger، يعني دانجر متوقعين انه حيصير. تمام؟ هذا هو الخوف. فهنا produced by stimulation مال first center موجود بالهايبوثالامس. فعشان تجي الاسئله يقول لك الفيرست سنتر وين موجود، ويجيب لك هيبوكامبس اميجدالا هايبوثالامس وهكذا. reaction to fear including اول شيء covering اللي هو واحد ممكن يخاف ويجبن، avoidance اللي هو يتجنب هذا الخطر، sweating يعرق، او pupillary dilation يفتح عيونه، turning the head from side to side seek escape and flee اللي هو يعني ممكن يفر راسه من يخاف على مود ينهزم. تمام؟ فهاي ممكن تصير بالفير. بعد شنو عندك؟ الاميجدالويد نيوكلياي اللي هي بالتمبورال لوبس اكتيفيت فير سنتر اذا هايبوثالامس. فالفير سنتر منين تاخذ؟ دايركتلي من الاميجدالويد. اذا رغم انه هم موجود بالهايبوثالامس بس منو يفعلهم؟ الاميجدالا. تحفظوها، الاميجدالا مسؤوله اساسا عن المشاعر. هذا الشيء احنا متفقين عليه صح؟ قلنا هايبوثالامس هيبوكامبس واميجدالا. الاميجدالا مسؤوله عن شنو؟ مشاعر. هيبوكامبس تعليم، والهايبوثالامس عن ذولا كلهم. فإذا ذولا صح الثري سنترز مسؤولة عن المشاعر، بس منو دا يأثر عليهم؟ الأميجدالا. فالأميجدالا شو تسوي للخوف؟ الزايدة. شو تسوي للغضب؟ الزايدة. شو تسوي للهدوء؟ تنقصة. فإذا الأميجدالا تعتبروها حاروقة، تريدك تخاف وتريدك تغضب بس ما تريدك تهدأ. تمام؟ فهي فكرة الأميجدالا. فالتمبورال لوب اكتيفيت فيرست سنتر ان ذا هايبوثالامس. يجيك سؤال وين مكانه؟ هايبوثالامس. منو يفعله؟ أميجدالا. يعني لا تنسوه. فهي البايلاترال تمبورال لوبكتومي، لو شلنا البايلاترال تمبورال لوب ايش حيصير؟ ما عندنا أميجدالا، فبعد ما خاف. فهنا ابولش فير سنسيشن، ابولش يعني يلغي، راح يلغي الفير سنسيشن الواحد بعد ما يخاف. فهنا سبجكت كانوت ايفالويت دينجر، ما يقدر يقيم الخطر اساسا، ما راح يخاف. وبروسيد توورد ذيم وذاوت بريكوشنز، يتقدم باتجاههم وذاوت بريكوشن، وذاوت امور يعني سلامه الا او ما يفكر. مثل هاندلينج دينجرس انيمالز، يلزم لك حيوانات خطره مثل السكوربيون او السنيكس اللي هما السكوربيون العقرب والحياية، او كروسينج روز فول اوف رابيدلي جوينج فيكلز، يعني يطلع يمشي بالشارع وكل سيارات هواية من دون ما يخاف. طبعا اي ثينك كل العراقيين عندهم اميجدالا نيوكلياي مشيولة موضوع السيارات، يعني هذا كلش خطر بس الناس ما تخاف من عنده. يعني هذا الشيء هم ينبني على السوشيال لايف، يعني ينبني على نظرة المجتمع له. فهذا الفير سنتر مثلا ممكن بمكان معينة أمور تخوف طبيعي تعتبر نورمال، بمجتمعات ثانية يعتبر هذا أبنورمال. شلون تخاف من هذا الشيء؟ معيب عليك؟ فيتغير. فإذا دائما نركز أنه هاي الأمور لها علاقة بالإيموشن ولها علاقة بالإكسبيريانس السوشيال. الريج اللي هو violent anger أو anger، يعني شنو؟ يعني غضب كلش قوي، هذا الريج يسموه. تمام؟ فproduced by stimulation mass center باللاترال هايبوثالامس يسموها الريج أريا، هو tonically inhibited by placidity area. يعني شوفنا أصل الإنسان يضرب له أصل هذا، يقول لك أصل الإنسان هو الريج أريا هي الشغالة،
بس هي توتالي انهبيتد، يعني شلون توتالي انهبيتد؟ طول الوقت الهدوء يسيطر عليها، فانت شلون تدمر الانسان وتخليه يغضب؟ مجرد السد هذا للانهبيشن راسه هو حيغضب، فاذا ماكو داعي يعني الانسان ما راح يتعب بالغضب زين، فهو يتعب، ولهذا يقول لك توتالي انهبيتد باي بلاسيديتي اريا هب الهايبوثالامس وطبعا الليمبك سيستم. اذا الليمبك سيستم هنا كل الشريف اجا وسوى انهبيشن للغضب زين، ولهذا دائما يقول لك يعني انه الانسان يغضب شيء كل السهل، كل الناس تقدر تغضب، بس اللي يسبب الغضب مالته هي هاي الشجاعه والذكاء والحكمه. فهنا اللي جنب البلاسيديتي اريا او ذا ليمبيك سيستم ار اريا برودوس ريج، يعني لما يصير ليجن بهاي المنطقه تنضرب او الليمبيك سيستم ينضرب ايش حيصير؟ حيطلع الغضب. فان البلاسيديتي اريا هي تاثيرها انه توقف الغضب، منطقه الهدوء، واضح؟ فالرياكشن ان ريج انكلود تيكينج ذا اتاك بوزيشن، دائما ياخذ موقع المتهجم، يعني هذا الناس اللي ما يتفاهم اول ما يطب يتعارك. جنرالايز سمباثيتك ستيميليشن دائما وفايتنج ان كاد ذير از هيسينج، يعني بالكاس شلون يصير هيسينج اللي هو الصوت اللي يطلعوه، سبيتينج ممكن يعني تتفل، او جراولينج اللي هو هم صوت مال القطط، ويل دايركتد بايتنج اند كلاوينج اللي هو بالمخالب وبالعضات، هذا يصير كلته بسبب شنو؟ بسبب الغضب مع القطط زين. البلاسيديتي هذا سهل، هسه قلنا البلاسيديتي يعني معناته الكالمنس الهدوء، ليتل اور نو ريسبونس تو بروفوكيشن، ما يستجيب لهاي الامور للثيره والضوجه. فبروديوس باي ستيميليشن مال البلاسيديتي اريا بالهايبوثالامس، الاميجدالويد نيوكلاي فاسيليتيت ريج اريا عن طريق الانهبيشن مال البلاسيديتي. فنجي نشوف انه هي تسوي انهبيشن نفس ما قلنا الاميجدالا تزيد الغضب تزيد الخوف، بس تقلل منه؟ تقلل الهدوء، والهدوء بدوره شيء يقلل الغضب. فإذن بايلاترال أميجدالويد ليجن، لو شلنا الأميجدالا ايش حيصير؟ حيصير يمنع الريج اريا وفاسيليتيت البلاسيديتي. فهذا ابو الأميجدالا من يشيلها صح هو يخاف وجبان ونفس الوقت هذا، فتخيلوا التركيبه اللي تطلع، يعني هو كلش هذا وما يتعصب بس يلزم الحياه وما يخاف زين، فيعني فتشي يطلع هذا بلا أميجدالا. فهي البلاسيديتي اريا سبسيكوينتلي دامج بلاسيديتي تشينجز ان ريج بيكوز ذا ريج اريا وود بي ريليزد فروم انهبيتوري انفلوينس of the placidity. يقول لك اذا البلاسيديتي تاذت ايش حيصير؟ حيصير كلش عصبي ويتعارك واجريسيف وكذا. البايلاترال ديستركشن اوف اميجدالويد وار ميد ان جابان اون اجيتيتد فيرنت اجريسيف منتال بيشنت، الناس الاجريسيف فبالياباني يقول لك هناك نجربوا شالوا لهم الاميجدالا اثنيناتهم، فايش صاروا؟ هم كانوا اجيتيتد يعني مستثارين دائما، فيولنت يتعاركون اجريسيف كلش، فعالجوهم شالوا لهم الاميجدالا. فيقول لك البيشنت ايش صاروا؟ صاروا placid ومانجبل، صاروا حباوين، هذه مانجبل ممكن يعني قيادتهم من دون ما أثر على hypersexuality، من دون ما يأثر على sexuality مالتهم. يعني بعض وهنا يعني هو حلو كاتبها يعني حتى أحكي لكم إياها، يعني موضوع يعني للأسف هو لازم يعني ننتبه عليه، موضوع sexuality ويا الغضب، يعني هواي ناس تربط بيناتهم تقول لك هذا يعني كيكي كلش، بينما ذاك غضب يتعارك هذا كلش sexual، هذا رجال شايفين قام يصيح. فانا وكاتب لك اياها بالياباني اقول لك مالها دخل، يعني without any sign of hypersexuality، sexuality شيء والعياط والصوت العالي شيء، بس هو بالحقيقه هذا الشيء ياثر على sexual arousal والsexual response، يعني اذا نحكي عن الميل نسبه للفيميل زين، فاللي يتعاركون يصيحون البنات كلش يحبون هذا الشيء، شوفوه بالمسلسلات وبالافلام وحتى بالحياه الواقعيه انه هذا العراك الكذا هو يحبه زين، رغم انه هو حقيقة ما له دخل بالتطور، بس هذا له علاقة بالليمبك سيستم وبالسوشيال، انه هذا مأخوذ، انه هذا ممكن يأمنني اكثر، ممكن هذا احس وياه بالامان. شايفين هاي الجملة كلش انا ليش حبيته؟ ام بيضحكني او ليه ام بيحسسني بالامان؟ فهي سلفة تحسسني بالامان، هل هي علمية ثابتة هنا لها دخل؟ يقول لك لا، ما لها دخل كسيكشواليتي بمعنى سيكشواليتي الفيزيولوجي والاناتومي، بس لها دخل بالامور السوشيال. فاني يعني كلش دا انتبه من افرق لكم بين الليمبك سيستم كفسلجه من الله خالقه شلون خالقه، وبين احنا شلون صار تحويرات عليه اثناء السوشيال لايف مالتنا، حورنا الاكل، حولنا الشرب، حورنا الملح، وحورنا هسه موضوع الميموري وموضوع البانشمنت والريورد، سوينا جوائز وكاس العالم، هاي كلها ريورد ناثينج هي بالحقيقه. يعني قبل كانوا ممكن ينطق جائزه ينطق تفاحه زين عم تاكلها، احنا حولنا الموضوع، سوينا معاني جديده، سوينا التصفيق الى ريورد تمام، في حين حركات معينة معناتها punishment. فإذا بالأخير أنت غيرت كل شيء، أنا اللي أريد أن أستنتج من الأخير تشوفكم الليمبك سيستم الله شلون خالقة بالفسجة شلون دا نقرأ، وبالحياة الواقعية شلون دا يتغير، أكو فتغير كبير بيناتهم.
فالإيموشنال disturbances can be a result of hypothalamic region مثل fear, enrage, placidity to irritation مع different hypothalamic region. هاي شرحناها. أخير شيء بقى عندنا sexual behavior. Sexual behavior شيء اسمه عندنا libido و sexual activity. Libido هي شنو؟ اللي هي الشهوة يعني ال خلينا نقول نفس الديزاير الرغبة، في حين السكشوال اكتيفيتي اللي هي الفعالية نفسها هو تحت الكنترول بس السيريبرال كورتكس والليمبك سيستم. احنا عندنا شغلتين والحمد لله ذولا بيهم شغلتين. الليمبك سيستم اللي هو هذا اللي يشتغل من عنده، الديزاير هي انستنكت هي غريزة، يعني اي انسان موجودة ماكو داعي يتعلمها، يعني مجرد انه يبلغ مرحلة البلوغ راح تكون موجودة. السيريبرال كورتكس اللي هي المنطق اللي يتحكم به، منطق المجتمع، منطق البيئة، الذكاء كذا، والسنسيتيف تو سكس هرمون. طبعا ذولا لهم علاقه بالسكس هرمون، فاذا تداخل بين الهرمونات وبين الغريزه وبين المنطق والذكاء والكونشس اللي هو الكورتكس. فيقول لك هاي الهايبوثالاموس انفولف ان ذا فولوينج واي. اول شيء عندك شيء يسموه هايبو فيزيولوجيكال فيزيوتروبيك اريا كنترول ريليز مال بيتوتري جونادوتروبين، اللي هي انترن كنترول ريليز مال سكس هرمون من الجوناد. فيها مسؤوله عن الجوناد، مسؤوله عن الجونادوتروبين، تعرفوهم اف اس اتش والتي اتش وكذا. الانتيريال هايبوثالاموس بالفيميل مسؤول عن شنو؟ عن الاستروجين سنسيتيف نيورون. هاي هسه هاي المنطقه الاولى انتم تعرفوا، هاي منطقه اندوكراين ما لها دخل، بس هنا كاتب لك سكس هرمون. هاي خلصنا من السكس هرمون حشطبها. ايش بقى لنا؟ بقى لنا منطقتين. منطقه انتيريال بالثالاموس بالفيميل موجوده، هاي استروجين سنسيتيف. هاي شو تسوي لما تتفعل هاي بالفيميل؟ راح تخلي النيورون انكريز ان سيكشوال ديزاير، راح تزيد الرغبه بالفيميل، ونشيت هيت سيكشوال بيهافير، راح تغير على السلوك مال الفيميل. يعني هاي المنطقة هي الليمبك سيستم بس راح تغير لك على البيهافير، تمام؟ فهاي الفيميل سيكس او ذا ميل، يعني شنو يسموه انتي سيمينت رياكشن اللي هو الاغراء، فيبدون يسوون حركات اغراء. هذا الشيء موجود بالحيوانات وموجود بالبشر، ولهذا البعض يقول لك يعني شلون كل فيميل بالعالم يسوون تقريبا نفس الامور الاغراء. هي جزء من عندها موجود بالانستنكت، موجود بالغريزه، وجزء من عندها بالليمبك سيستم. فالليمبك سيستم مجرد انه اكو منطقه بالهايبوثالاموس بالانتيريور بالفيميل بالاستروجين، مجرد صعود الاستروجين هذا انديكيت فيزيولوجيكلي الى شنو؟ انديكيت فيزيولوجيكلي الى اقتراب موعد الشنو؟ الاوفيوليشن، صح؟ فاذا الاوفيوليشن كانه الفيميل تقول انه انا اقترب موعد الاوفيوليشن، فلازم يبدي اغراء على مود يصير اخصاب وعلى مود تستمر البشريه. فاذا هو الى علاقه اساسا بموضوع شنو؟ بموضوع استمرار البشريه، موضوع الغريزه، واضح؟ فهذا الانتيسمنت رياكشن اللي هو الاغراء. فالليجن بهاي الاريا راح يبولش ذس بيهافير، فراح تكون الفيميل ابدا ما مهتمه للميل بوجودهم، يعني ما تحاول ابدا انه تجذبهم او تستثيرهم. في حين الستيميليشن مال بارت من اللاتر هايبوثالاموس برودوس سيكشوال اكسايتمنت وبينايل اركشن ان ميل مونكي. طبعا ما ادري شو جايب المونكي هنا، بس يعني للقرود بالميل. فهنا يزيد لك السيكشوال اكسايتمنت اللي هو شو سيكشوال اكسايتمنت، يعني يبدي يستثير الامور ممكن تكون مو مثيره لو هذا ما موجود باللاتر هايبوثالاموس، يعني عكس الفيميل. يعني حتى هو كاتب لك هنا يعني فيميل هي هاي المنطقه راح تسوي لك اغراء بالانتيريور هايبوثالاموس، بالميل راح تسوي له الاستجابه لهذا الاغراء اللي هو الاكسايتمنت، راح يبدي ينتبه على كل حركه، على كل نبر الصوت، على كل ايماء، على كل شيء راح يعتبرها اثاره، تمام؟ والبينايل اركشن. فهذا تاثير الهايبوثالاموس على هذا الموضوع، موضوع السكشوال بيهافير. طبعا هو كله غريزي. نا يقول لك ان هيومن، هسه هو قال لك ان مونكي على اعتبار انه هذا الاصل ان هيومن، وان كان هوايه هيومن صايرين مونكي بهذا الموضوع. بالهيومن راح يختلف الموضوع، لان هنا عندنا كورتكس، والكورتكس كلش دخلت بهذا الجانب. يقول لك السيكشوال فانكشن هاف بيكم اكستنسيفلي انسيفالايز. شوف المصطلح شلون قاله، انسيفالايز يعني دمغنت، يعني صارت تحت سيطره الدماغ، من انسيفالو من الدماغ، يعني انسيفالايز فعل. يعني يقول لك هذا الشيء هو ده يصير من يمه، بس يقول لك الدماغ يبدي يلعب دور. يعني هاي مثلا فكره الانتسمنت رياكشن. الانتسمنت رياكشن اللي هو المفروض فيزيولوجيكلي موجود بالفيميل ما راح يصير لو هي قاعده بالطوارئ وقت تعالج مرضى. ليش؟ يعني الدماغ راح يقول انه مو وقت هذا الشيء هسه، نحن حاليا بالطوارئ. فدخلت شنو؟ دخلت الشغل، الاعراف، التقاليد، الاديان، عادات المجتمع كلها رتبت هاي الريسبونسز مال سيكشوال بيهافير، تمام؟ فاذا بالهيومن اكو استيفلايزيشن اند كونديشن، يعني ظرفت شنو كونديشن؟ يعني صارت بظروف ربطت ويا ظروف بالسوشيال والسايكاتيك فاكتورز. واري اضيف لكم القوانين حكمتها، كلش القوانين، قوانين اللبس، قوانين التصرفات بالمكانات الببليك بكل دول العالم اكو هيش قوانين، زين؟ بالاضافه للريليجن والامور المورال والاحترام طبعا بالشغل، يعني يختلف انت بوظيفه معينه عن وظيفه ثانيه. فنقول لك الهرمونز بلاي سمول رول ان سيكشوال بيهافير ان هيومن. يعني الهرمون انا ليش شطبتها اول وحده؟
يقول لك الهرمون تلعب دور قليل. فور اكزامبل التستوستيرون والاستروجين انكريز ليبيدو يزيدوا صح، بس يعني الرول مالتهم مو ذاك، مو مثل الهايبوثالاموس والانستنكت. يعني احنا اساس شغلنا مو هرمونال، انما اساس شغلنا غريزي، اساس شغلنا بالليمبك سيستم وليس وين بالهرمونات. فيقول لك السيكشوال انترست ويل درايف اميل ذس بيكوز جريتر ديجري اوف انسيفلايزيشن للسيكشوال فانكشن ان هيومن. صار اكو درجه قويه من الانسيفلايزيشن بالهيومن بحيث غيرت هاي السيكشوال. زين هسه احنا كملنا هايبوثالاموس الهايبوكامبس والاميجدالا نقراهم واحد، بس السؤال هو ليش جاب لك هاي فكره الانسيفلايزيشن فقط بموضوع السيكشوال، ما جابها موضوع السالت ابيتايت، ولا جابها موضوع الثيرست، ولا ما جابها موضوع الفود، ولا جابها موضوع الاوتونوميك، ولا جابها موضوع الريورد والبنشمنت، رغم انه انا كلتهم انا ذكرت لكم امثله عليهم انه البشر سووا عليهم تحسينات وسووا لهم انسيفلايزيشن وما بقوهم انك انت تفرح بامور بسيطه، انما قامت تفرح بامور لها معاني. السبب اخوان هذا ما له دخل بالماده مال النيورو، بس انا يعني اريد اشرحها او اريد ابين لكم اياها لان يفيدكم انتم. البشريه بشكل عام اي اختلاف او اي قوانين حطتها كانت تعتبرها اختلافات حلوه. يعني من نشوف احنا اللبس الياباني واللبس الامريكي واللبس العربي واللبس الكردي كله نعتبره اختلاف حلو. ممكن الناس شويه تضحك على لبس احد او هاي، بس هذا ما يوصل مرحله التنمر بقد ما هو تحشيش، بس هو بالحقيقه ناس تحب هذا الشيء. يعني هذا الاختلاف احنا صدق نشوفه اختلاف حلو. نفس الشيء موضوع شنو؟ موضوع الاختلاف بالاكل. كنا نحب انه اكو اختلاف، نحب البرجر الامريكي والسوشي الياباني والثريد العراقي. بس شنو الشيء اللي البشريه ما تقبله؟ حتى الريورد، يعني الناس مثلا اللي ما تحب كرة القدم بس تحترم كأس العالم، تعتبره كجائزة، تقول لك مثلا فرنسا فازت بكأس العالم، رغم انه هو بالنسبة له مو ريورد، تمام؟ الكل يحترمون جائزة نوبل وإينشتاين، رغم انه إينشتاين هو نثينج بالنسبة للاعبين كرة القدم، إذا احنا حتى الريورد نحب الاختلاف بيناتنا، بس شنو الناس اللي ما تتقبله اللي هو السيكشوال بيهيفير؟ السيكشوال بيهيفير هو الشيء بالنسبة لي أنا أعتقد، يعني هذا بالأخير كلامي، أعتقد هو الشيء الوحيد اللي البشرية ما قبلت الاختلاف فيه. يعني sexual behavior. أنا من كنت تقرأ منهج إنجليزي، يعني الأمريكان يكتبون مثلاً على السعوديين إنه هم يلبسون حجاب، في حين السعوديين نفسهم يعتبرون الأمريكان متخلفين لأن بناتهم بالطريقة الموجودة بها، ونفس الشيء بالنسبة للولد وسلوكهم. فإذا يشوفون المجتمعات كلها ما تتقبل أي اختلاف بالsexual behavior، ولساته صار شنو؟ لساته يعتبر اختلاف وخلاف، بينما البقية يعتبر اختلاف جميل. الناس تتقبل اختلاف الأكل، اختلاف العادات، اختلاف السلام، اختلاف الجوائز، واختلاف في الاهتمامات، اختلاف كل شيء تقبله، بس السكشوال بيهافير لساته ما تقبله. وهذا هو واحد شارك عليه يقول لك انسيفلايزد، يقول لك الدماغ لازم يتحكم به، لان انت السكشوال بيهافير نفسه مالتك بالعراق يختلف عما تروح بباريس، يختلف عما تروح بالقاهره، زين، عما تروح باليابان، لان كل مجتمع له ظروفه، فتاثر بالامور السوشيال، تاثر بالامور القانونيه الليجل، وتاثر بالامور المورال، تمام، بالاضافه للريليجن. ملخص الكلام، احنا كملنا هسه الجزء الاهم من الليمبك سيستم. انا بس اريد من عندكم فكره اخيره، انه تعرفون انه هذا سيستم دا يشتغل وحده باهداف معينه تختلف كليا عن اللي اخذناها بالكورتكس، واريد تعرفون التعديلات اللي احنا ضفناها على هذا السيستم سوشيالي، عكس الحيوانات اللي لساتها دا تتعامل ويا الامور المعروفه، لساتها البزونه تفرح لما نذب لها طوبه، في حين احنا ما راح نفرح اذا ذب لي طوبه، زين، راح تفرح اذا مثلا قلت لي عافيه، راح افرح اذا صفقت لي، صحيح؟ رغم أن التصفيق شنو فائدته لك physiologically nothing، ما إلى أي فائدة، بس أنت زيت، أنت ضفت reward جديد، أنت ضفت punishment جديد بحيث خليت هاي الفكرة، ومن ضمنها الكلمات الحلوة والكلمات السيئة، هاي كلها إضافة على reward والpunishment. خلصنا هذا الموضوع، إن شاء الله يا رب تكونوا استفادتوا من عنده، أنا أشوفه موضوع حلو ولطيف. محاضرة الجاية راح نأخذ الأميجدالا والهيبوكامبس والإيموشن، راح نحكي عنها بتفاصيل أكثر، راح نشوف إلها علاقة، طبعاً أمثلتها كلش حلوة، الموضوع حتى أسهل من الهايبوثالاموس. وإن شاء الله يا رب يفيدكم بالمستقبل موضوع السايكاتريك والنيورو. مع السلامة.